بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الاوتو هيماتايتس، وان شاء الله الموضوع يبقى سهل وبسيط باذن الله تعالى. هنحاول نبسطه على قد ما نقدر، وان شاء الله هيكون المحاضره مقسمه الى جزئين او 3 اجزاء. الجزء الاولاني هنتكلم عن الباثوجينيسيس والدياجنوزيس، والجزء الثاني هنتكلم فيه على التريتمنت والسبيشال سيناريوز بتاعت العيانين او السبيشال كونديشنز اللي هي بتبقى فيها مشاكل في التدريب. هنبتدي بآية قرآنية كده في الأول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنتكلم عن الديفينيشن، باثوجينيسيس، كلينيكال بيكتشر، والانفستيجيشنز، والكلاسيفيكيشن اوف ذا ديزيز. في احد الزملاء كاتب ان الباوربوينت صغير، انا هحاول ما اعملش شيء للفيديو. يا ريت تعلق لنا بس تاني ان الفيديو بقى كده كويس. تمام يا جماعه، الفيديو اعتقد ان هو بقى كويس بالنسبه لكم. طيب هنبتدي باول حاجه، what is the definition of autoimmune hepatitis. الاوتوميون هيباتايتس ديت اول واحد اتكلم عليها سنه 1951، كان عالم سويسري، كان اسمه فالدنستريم، وده اول واحد وصفها في العالم، وعشان كانت المانيفستيشنز بتاعتها قريبه شويه من السيستميك لوبس، فكانوا بيسموها لوبويد هيباتايتس. فلو انت عندك كتاب قديم لشيرا شرلوك اللي هو الطبعه اللي قبل 2002، هتلاقي ان كان مكتوب الديزيز ده في اسم اللوبويد هيباتايتس، وهتلاقي ان هو كان جزء صغير جدا لان هم ما كانش عندهم داتا كتيره. احلى تعريف للاوتوميون هيباتايتس بيسموه it is loss of the tolerance. tolerance اللي هو العفو والغفران او التغافل. يبقى احلى ديفينيشن لكلمه tolerance اللي هو التغافل. خلاص؟ against the liver antigen that is triggered. نفس الكلام اللي في الاي بي دي، ان في environmental factor. الانفايرومنتال فاكتور ده في عيان عنده جينيتك سستابيليتي وصله ان هو بقى عنده الديزيز ده، والديزيز ده بيتميز بتكوين الامتي بودز كتيره جدا جدا هنتكلم عليه. الباراجراف ده عاوزين نبقى حافظينه لانه هيسهل لنا كل حاجه في السلايدز اللي جايه. ده مريض جاي لأول مرة بالاي اس تي والاي ال تي عاليين، عملنا له اكسكلوجن للأذر ديزيزز زي الفيرال هيباتيتس والحاجات دي كلها، ففكرنا في الاوتوميون، بيكون عنده بوزيتيف انتي بوديز، بيكون عنده الاي جي جي ليفل بيكون عالي، وبيكون عنده انترفيس هيباتيتس في الليفر بايوبسي. واهم حاجه في الاوتوميون هيباتيتس زي الاي بي دي، دايما تسيرش على الاذر اوتو اميون ديزيز. يبقى لازما نسيرش دايما على الاذر اوتو اميون ديزيز. يا ريت بس يا جماعه نبقى نقفل الصوت اللي عنده الصوت مفتوح. خلاص، يبقى ده عباره عن لوس اوف ذا تولرانس، التغافل. يعني ايه كلمه تغافل؟ احنا ربنا خلقنا يا جماعه ببساطه شديده جدا، عندنا كميه كبيره جدا من الانتيجنز في جسمنا. الانتيجنز ديت في جسمنا ببساطه شديده جدا، لو جهاز المناعة هاجمها كلها الإنسان مات. عاملة زي إيه ببساطة شديدة جدا؟ ببساطة شديدة جدا لو أنت في بيتك عندك جهاز إطفاء اللي هو بيبقى موجود عندك يا جماعة الصوت بعد إذنك، بس بعزوك الصوت بسرعة أحمد بسرعة أحمد. ببساطة شديدة جدا لو أنت عندك جهاز إطفاء على سبيل المثال في البيت اللي هو بيكون متركب في السقف مثلا، ده لما بيتولع ولع في البيت وبيزيد درجة حرارة معينة عن درجة معينة، لو أنت شفت البخاخات اللي هي متركبة في السقف ديت هتلاقي فيها بلاستيكات صغيرة في الحنفية اللي فوق، فلما بيوصل دخان سخن أكتر من رقم معين في درجة الحرارة بتسيح البلاستيكات ديت، فتنفتح المية
فالميه توصل في الاوضه بتاعتك تغرقها لك كلها بالميه، فلو في حريقه ايه هتطفي. يبقى ده كلام جميل ولا مش كلام جميل؟ كلام جميل. لكن مش معقول لو انا قاعد في الاوضه دي وجبت سيجاره بشربها مثلا، او ان الست بتطبخ في البيت فحاجه ولعت منها حته ورقه او اي حاجه من الحاجات دي، مش معقول ان جهاز الاطفاء ده يشتغل ويغرق الاوضه ويبوظ نفسك. اذا الحتة الورقه اللي ولعت في المطبخ دي يا جماعه هي عباره عن محفز لجهاز الاطفاء اللي فوق، هنسميها انتيجين، هنسميها بلغه الطب انتيجين. لكن جهاز الاطفاء عارف ان في نار في النقطه دي، لكن مطنش متغافل، اللي احنا بنسميها ايه تولرانس، خلاص ان هو يشغل الايه الميه ويغرقها. فجهاز المناعه بتاعنا عارف ان الجسم كله فيه انتيجينز كتيره جدا جدا، وعارف ايه هي الانتيجين الخطر وايه هي الانتيجين اللي مش خطر، فهو ايه مطنش. لكن لما يحصل ان هو يبطل التسامح او التغافل اللي هو عامله، فتيجي انت تولع حته ورقه صغيره في المطبخ بتاعك وتلاقي جهاز الاطفاء ده يشتغل ويغرقك، هنا حصل خطأ. يبقى ده هو تفسير اسهل تفسير عندك ل يا جماعه الصوت نقول فين؟ خلاص كده اتفقنا يا جماعه. يبقى ديت المشكله الاساسيه، لو انت فهمت فكره جهاز الاطفاء ديت هتسهل فهمك للمناعه بكلها. خلاص كده اتفقنا؟ خلاص هنيجي لاول حاجه الديفينيشن قلناها، تسلوس اوف ذا تولرنس اللي هو التغافل اجينست ذا ليفر انتيجين. في انتيجينز موجوده في الليفر، الانتيجينز دي الطبيعي تكون موجوده، لكن مش محتاجه ان هي تعمل لك اميون ايه اميون سيستم اكتيفيشن، لكن نتيجه سبب من الاسباب جهاز الاميون سيستم بيبتدي يهاجمها فبيدمر خلايا الليفر، فالخلايا بتتكسر يقوم يرفع عندنا الاي اس تي والاي ال تي، عندنا انتي بودز بتهاجم الخلايا كتيره، فالخلايا لما بتتكسر بتتحوط بانفلاماتوري سيلز، فبيحصل عندنا حاجه اسمها الانتربيس هيباتيتس، وقلنا ان المريض ده ممكن يكون معاه اذر ايه اذر اوتو اميون ديزيزز. المرض ده موجود في كل العالم وما بيفرقش فيه الاثنيستي، يعني ما بيفرقش فيه هل انت مصري ولا عربي ولا قوقازي ولا امريكي، ابيض اسود احمر ايا كانت لونك، ما بيفرقش معانا خالص، وبيأفكت all the ages سواء كان children او adult. ولازم نعرف حاجه مهمه جدا، ان المرض ده بيحصل من سن سنه لغايه سن كام يا جماعه؟ لغايه سن 80 سنه. انا شخصيا من زمان كنت شفت حاله واحده بروميوباتيتس، كانت ست جايه عندها بالظبط 65 سنه، والست دي اللي كان عندها 65 سنه كانت جايه لنا بروميوباتيتس، للاسف هي ما عاشتش كتيره لان كان سيفير، وللاسف ما استحملتش الاميون سبريسيفز وتوفت في الاخر، ودي كانت الحاله الوحيده اللي انا شفتها في سن كبير. اذا القاعده الاساسيه بتاعت الاوتو اميون هيباتيتس ان هو ممكن يحصل عندك في اي سن، من سن سنه الى سن ال 80، لكن فترات معينه في العمر، الفترات ديت بتلاقي ان نسبه الاوتو اميون هيباتيتس بتكون عاليه، يعني مثلا فتره ان انت ابتديت تكون ادلت من مثلا من 15 الى 18 سنه، في فتره انك بلوغ الرجال مثلا اللي هو 40 سنه، وممكن تحصل فوق سن ال 60. لكن في نقطه مهمه جدا، ان البرزنتيشن بتاعت الاوتو اميون هيباتيتس، ترى العياده هيجي لك في العياده في صوره سيبوزس او في صوره بورتال هايبرتنشن، في صوره هيباتيتس، في صوره فانمنت ليفر، وات ايفر ذا برزنتيشن، لو من الاثنيسيتي الاول. يعني على سبيل المثال لو كان البيشنت من الاسكا فور اكزامبل، معظمهم بيجوا في صوره اكيوت اكتريك هيباتايتس، كلهم بيجوا بجوندس. لو كان العيان هيسبانيك، الناس اللي هم الامريكان بتوع امريكا الجنوبيه والمكسيك والجماعه دول، معظمهم بيجوا كبرزنتيشن بيجوا بسيروزس. الافريكان امريكانز اللي عاملين مظاهرات دلوقتي في امريكا، معظمهم بيجوا باجريسيف ديزيز، وحاجه ملاحظه جدا يا جماعه ان هو بيكون عندهم هاي ريكرنس بوست ترانسبلانت، هاي ريكرنس بوست ترانسبلانت. اذا الاثنيستي بتفرق معانا في البرزنتيشن اوف ذا ديزيز، لكن مش الاوكرنس اوف ذا ديزيز. مهم جدا ان انت تبقى عارف ان الاوتو اميون ديزيز از ديزيز اوف ذا فيميلز، بمعنى ان هو نسبه الفيميلز للميل نسبه 4 واحد.
اذا 80% من الناس عندنا بيكون عندها اوتو اميون هيباتايتس من الفيميلز، لكن نسبه بسيطه جدا من الميل بيكون عندهم نسبه بسيطه جدا بيكون عندهم ايه. انا عاوز اقف الصوت يا جماعه، الناس كلها كل شويه يجي لي صوت. معلش يا جماعه لو سمحتم اللي عنده الصوت مفتوح يقفله بعد اذنكم، الصوت بيقعد يرن عندي كتير. المهم ان انت تبقى عارف في في الفيميل ان انا لما يجي لي ميل واشك ان هو اوتو ميون هيباتايتس لازم تراجع نفسك مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، انك تتاكد فعلا ان هو مش اوتو ميون هيباتايتس. حتى السكورز اللي هي بتشخص بيها الاوتو ميون هيباتايتس هتلاقي ان في الكرايتيريا بتاعتها لو كان في ميل بتاخد رقم عالي فبيخلي السكور يبقى سهل في الدايجنوز، انما لو كان ميل بتاخد صفر، لو كان ميل بتاخد صفر. اذا السكس مهم جدا في النقطه دي. نيجي بالنسبه للفاميلي هيستوري، بتلاقي ان معظم الحالات ديت بيكون عندها اذر فاميلي هيستوري اوف اوتو اميون ديزيز، مش شرط ان هو يكون مثلا اوتو اميون هيباتايتس. بتلاقي الاب الام العم الخال، ده واحد عنده بهاء فيتيليجو او اوتو اميون ساكيرويدايتس، او ممكن يكون عنده ايه دايابيتس ميليتس. يبقى ده مهم جدا كده احنا فهمنا الابيدميولوجي. يا ترى الباثوجينيسيس بتاع الاوتو اميون هيباتايتس بتحصل ازاي؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه في الاي بي دي هنرجع نقوله هنا مره ثانيه. ايه ايه؟ ان انا عندي عيان عنده جينيتك سستابيليتي، عنده جين ميوتيشن واحد منهم، اتعرض دي انفايرومنتال فاكتور. يبقى تاني حاجه عندنا ان المريض اتعرض الى انفايرومنتال فاكتور، فده نشط له الاميون سيستم، فالاميون سيستم ابتدى يطلع انتيبوديز ويهاجم الهيباتوسايتس، فحصل ديستراكشن. وطبعا احنا عارفين ان في نوع مهم جدا من الخلايا بتكون عامله زي الفرامل، دي بتوقف اي انفلاميشن لما يحصل، فحصل فيها مشكله او ارتباك فالانفلاميشن مش راضي يقف، اذا الانفلاميشن بيكون ايه؟ كونتينوس. لما تلاقي السلايد ديت موجوده تفهم منها كلمه واحده، The etiology is unknown. خلص الكلام؟ يبقى ديت كلها نظريات، لكن نفهم من الحاجات دي كلها ان الايثيولوجي از unknown. اتفقنا؟ طيب نمسك واحده واحده نحاول نفهم. علشان تفهم الاوتو اميون هيباتايتس والكلام الرخم بتاعها، السلايد ديت مهمه جدا جدا، هتفسر لك كل حاجه. بصوا يا جماعه، لنفترض ان انت عندك انتيجين. انتوا عارفين ان الاميون سيلز خلايا عمياء ملهاش عين بتشوف فيه. اولا علشان تفهم القصه كلها، في دراع، الدراع ده هو مسؤول عن ان اي انتيجين تكون موجوده، ان الانتيجين ده بيوصله للاميون سيلز. الانتيجين ده بنسميه ال HLA سيستم، هيستو او هيومن ليكوسايد انتيجين او هيستو كومباتيبلتي انتيجين، خلاص ميجر اللي انت عاوزه تسميه. عندنا في نوعين اتنين منه، في عندنا تايب 1 وفي عندنا تايب 2. اذا في تايب 1 وفي تايب 2. يا جماعه كل شويه يجي لي صوت من احد الناس. ده نتيجه دخول حد وخروجه، ما لناش علاقه بالناس شغاله او بتعمل ايه، اي حد مش عارف كل شويه يجي لي صوت بيخليني اقف كل شويه. التكه يا باشا اللي هي التت التت دي معناها ان حد دخل او حد خرج، فغصب ده اوبشن. التكه اللي بتيجي التك التك التت التت دي هي نتيجة حد دخل او حد خرج، جويند او ليفت الزوم. تمام. انا بس لو كنت عملتها ميوت من الاول، بس يلا عشان نكمل. ما علينا، طبعا استاذنكم بس يا جماعه كل واحد في الميكروفونات. فالمهم ان انت لما يكون عندك في انتيجين، الانتيجين ده الخليه الاميون سيستم ماشي في الدم هيعرف بالانتيجين ده ازاي؟ ولا حاجه. لنفترض ان انا عندي خليه زي الهيباتوسايت او اي خليه في الجسم لقيت فيها حاجه غريبه، فعاوز اتبع جهاز المناعه علشان يجي يكتشف هذه المشكله. فالخليه نفسها بتطلعه على دراع ليها بره اللي هي الايد البشريه اللي احنا شايفينها ديت، بتمسك فيها الانتيجين من جوه. فهم سموا الايد اللي هي بتوصل للاميون سيلز وتنبهه سموها الهيومن لوكوسايت انتيجين اتش ال اي، او ساعات الاسم الدلع بتاعتها ميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس.
الدراع اللي بتمسك الانتيجين علشان تديه في ايد الخليه الخليه المناعيه دي بنسميه اتش ال اي. فلو كان الدراع موجود على خليه عاديه في الجسم هنسميه اتش ال اي 1، لو كان الدراع ده موجود على خليه مناعه هنسميه اتش ال اي 2. فهم دول مجموعه من العميان. فانت عندك بتيجي الخليه ديت اللي هم بيسموها الدندريتك سيل بتاخد الانتيجين، خلاص اتفقنا، وتعمل له بروسيسنج. فتيجي خليه زي التي هيلبر لينفوسايتس مثلا على سبيل المثال ليها دراع تاني بتحس بيه اللي هو تي سيل ريسبتور، فالدراعين دول يمسكوا بعض والانتيجين ينتقل من هنا الى هنا. اذا الدراع اللي هو بينقل الانتيجين بنسميه اتش ال اي، اذا كان موجود على الاميون سيلز هنسميه اتش ال اي 2، اما اذا كان موجود على خليه عاديه في الجسم وطبر الخليه ديت في الكيدني في الليفر في البرين في اي حته هنسميها اتش ال اي 1. ده الكروموسوم المسؤول عن تصنيع الاتش ال اي في جسمنا. فالجين المسؤول عن تصنيع ال HLA موجود على الشورت ار بتاع الكروموسوم كام؟ بتاع الكروموسوم 6. الجين ده بيصنع لنا ثلاث انواع من ال HLA، لو دي نوع ودي نوع، في نوع ثالث مالناش دعوه بيه. فاحنا عندنا في كلاس 1 وفي عندنا في كلاس 2، خلاص اتفقنا؟ اللي يهمني اللي هو مين؟ كلاس 2 المسؤول عن تصنيع مين؟ المسؤول عن تصنيع ال HLA في يا اخوانا في الاميون سيلز. هتلاقي ان هو بيتكون من كام جزء؟ من اربع اجزاء. من اربع ايه؟ اجزاء. الاسم ده مثلا الدي كيو ده سمعناه قبل كده، سمعناه في مين؟ في مرضى السيلياك ديزيز. هتلاقي ان العيان اللي هو عنده سيلياك ديزيز وانت مش قادر تشخصه وتديش ترانس جلوتامينيز يقول لك اعمل له جين اناليسيس. طب هنعمل جين اناليسيس هنعمل في ايه؟ هنشوف ال HLA DQ هل في ميوتيشن عنده في النقطه ديت من الجين اللي هو بيكون ال HLA ولا لا. خلاص احنا اللي يهمنا في الاوت اميون هيباتايتس الجزء ده اللي هو ال DR اللي هو الايه؟ ال DR. يبقى نقول تاني يا جماعه، يبقى انا عندي الدراع اللي هو بيمسك الانتيجين ويوصله للاميون سيلز اسمه ايه؟ اسمه ال HLA. عندنا في نوعين اتنين، في نوع في الخلايا العاديه هنسميه تايب 1، وفي نوع موجود في الاميون سيلز اسمه تايب 2. اللي بيحصل فيه مشاكل في مرضى الاوت اميون هيباتايتس الجزء اللي هو موجود فين؟ الجزء اللي هو موجود في الجزء اللي هو موجود في الاميون سيلز. خلاص كده اتفقنا اللي هو ال HLA 2. قلنا ان الجين ده موجود على كروموسوم 6 اللي هو الشورت ار. قلنا الجينات اللي هي المسؤوله عن الجزء الثاني في الدي بي والدي ام، الدي كيو ده بتاع السيلياك عشان ما تنساهوش، الدي ار اللي هو دكتور افتكرها من كلمه دكتور ده المسؤول عن الاوت اميون هيباتايتس. يبقى المشاكل بتاعتنا بتحصل هنا. لما انت تيجي تشوف ال اتش ال ده بيكون من ايه هتلاقي ان هو بيتكون من الفا تشين وبيتا تشين. فالميوتيشن ممكن يحصل في الجزء ده من الجين المسؤول عن الالفا تشين او البيتا تشين، علشان لما تيجي تفهم الرموز بعد كده هتلاقي ان فهمك للرموز ان شاء الله هيكون ايه؟ هيكون سهل. اتفقنا؟ تعالوا بقى نمسك واحده واحده. يبقى انا دلوقتي لما اجيب اي كتاب واقرا الرموز السخيفه دي، انت الاول ما كنتش فاهمها، رموز سخيفه فعلا وبتتنسي. لا انا دلوقتي افهم ان انا عندي مشكله في ال HLA اللي هو موجود على الاميون سيلز في اي جزء من الجين دكتور دي ار، يبقى ده المسؤول. لو كان دي كيو افتكره دايما بالسيلياك، خلاص كده اتفقنا؟ المسؤول يبقى احنا عندنا المشكله دايما في دي ار 3 والدي ار 4، يبقى المشكله عندنا في الدي ار 3 والدي ار 4. طيب تمام. لما نيجي نشوف الجينات، في مليون جين بيحصل فيه ميوتيشن في الاوت اميون هيباتايتس، وكل جين بيختلف من بلد لبلد تانية. يبقى كل جين بيختلف من بلد الى بلد تانية. ازاي؟ لما نيجي مثلا للدي ار بي 1 افهم افسرها اقول ايه؟ دي ار ده جزء من الجين اللي هو موجود بيتا تشين، بيتا تشين احنا قلنا 3 و4، يبقى الدي ار بيتا تشين الامينو اسيد اللي هو الرقم ده، يبقى دي ار بي 301 والدي ار بي 401 ده كومن انك بتلاقيه في اوروبا وامريكا، كومن في اوروبا وفي امريكا. اتفقنا؟ تمام.
404 و405 بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في المكسيك والارجنتين واليابان. هتقولي الكلام ده مهم، هقول لك فايدته خلاص. 701 لما بنلاقيه زي ما قلنا زمان ال NOD في الكرونز ديزيز، ان هو بيكون اسوشيتد مع ايه؟ اجريسيف ديزيز. برافو عليكم. وال 301 ده مهم جدا جدا. ليه؟ لان لقوا ان العيانين في المكسيك مثلا على سبيل المثال اللي جالهم هاف كلهم هيباتيتس ايه، وبعد الهيباتيتس ايه جالهم اوت اونون هيباتيتس، لقوا ان الجين ده معظمه موجود عندهم. اتفقنا؟ في مصر مثلا على سبيل المثال مهم جدا زي ما عارفين ان ال HLA-DR-B1 301، لا ده مش 301 ده 1301، خد بالك من الارقام. انت عموما هتحفظ 301 و401 وانت عرفت يعني ايه كلمه دي ار وبي، يعني بيتا تشين، ده اللي موجود عندنا في مصر. الجينات ديت زمان كانوا ما بيشخصوش بيها المرض، ما بيشخصوش بيها المرض، لكن السكورز اللي هي بتتعمل حديثا دلوقتي ابتدوا يدخلوا الجينات زي ما قلنا زمان في الكرونز ديزيز ان الجينات بيكون اسوشيتد ويز مور اجريسيف ديزيز، وقلنا في السكورنج سيستم الجينات ما بتخشش، لكن قلنا ان في سكورنج سيستم جديد بيتعمل دلوقتي اسمه بروسبكت بيدخل الجينات فيه، فلازم تعرف ان الاوتو اميون هيباتيتس الجينات هتخش فيه برضه. فالجينات ديت لازم على الاقل يكون عارف اهم جين عندنا ايه اللي هو الدي ار 3 والدي ار 4. يبقى اهم جينين عندنا الدي ار 3 والدي ار 4. لازم تعرف ان الدي ار 3 على سبيل المثال اللي هو الازرق ده بنشوفه اكتر في الاطفال، وبنشوفه اكتر في الرجاله خلاص، وبنشوفه اكتر في مين؟ في الرجاله. الدي ار 4 هتلاقيه ايه بقى؟ هتلاقيه ان هو بيتميز ان هو لو موجود عند العيان نسبه الريسبونس ريت بتاعتك بتكون عاليه، وبيكون اسوشيتد اكتر مع اوتو اميون هيباتايتس. يبقى انا لو عندي مريض نون مالتيبل ريلابسر او ما بيستجيبش من العيان وعملت له جين اناليسيس لقيته دي ار 4، يبقى ده هيقول لك من الاول ان العيان ده داخل في سكه الليفر ترانسبلانتيشن ومحتاج انك تجرب فيه ايه؟ اكسبيرمنتال ثيرابي. فالجينات علشان كده يا جماعه مفيده، الجينات هتخش في البروتوكولات القريبه. زمان ما كانش ليها اهميه غير اهميه دراسيه، لكن دلوقتي الكل بقى يهتم بالايه؟ بالجينات. يبقى احنا فهمنا كلمه الجينز جت ازاي، وفهمنا ان المشكله كلها موجوده في الميجر هيستو كومباتبيليت كومبلكس او الاتش ال اي 2 اللي هو موجود فين يا جماعه؟ اللي هو موجود في الليمفوسايتس او في الاميون سيستم. ده اول حاجه، اول مشكله عندنا في الاوتو اميون هيبرايتس. العيان ده اتعرض الى ايه؟ الى انفايرومنتال فاكتور. يبقى تاني حاجه عندنا العيان اتعرض الى انفايرومنتال فاكتور. حتى الان الانفايرومنتال فاكتور ده احنا مش عارفينه، لكن ده حاجه غريبه جدا. ايه هو؟ لقوا ان في بعض الفيروسات بتبروفوك الاوتو اميون هيباتيتس. العيان يجي له هيباتيتس عاديه وتعمل فيروس لا سي او بي او غيره او حتى هاف مثلا، وتلاقي ان العيان ده بعد فتره جاله اوتو اميون هيباتيتس، فقالوا ان الفيروسات لها رول خاصه الابشتاين بار فيروس والهربس سمبلكس فيروس والسي ام بي. دلوقتي ابتدوا يتكلموا عن حاجه غريبه جدا، ابتدوا يتكلموا عن الميكروبيوتا اللي في الانتستين. مايكروبيوتا معقول؟ هقول لك معلومه مهمه جدا لازم انت تعرف. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا مليارات من البكتيريا موجوده عند حضرتك في الانتستين. بعض البكتيريا الضاره ديت بتقدر تعدي من الانتستينال بارير وتروح على البورتال فين. لما بتعدي من الانتستينال بارير وتروح للبورتال فين بتوصل فين يا جماعه؟ الليفر. فيقوم الليفر جاب البكتيريا دي اللي موجوده كلها دكتوره يعني بس الدكتوره اللي فاتحه الصوت يقول لك المهم ان الليفر بيقدر يدمر معظم البكتيريا ديت وبيموتها وبتنتهي على ذلك. فعشان كده البكتيريا ديت مليانه ايه؟ مليانه انتيجنز. لو حاجه غريبه جدا ان المرضى اللي اوتو اميون هيباتيتس بتزيد الجاد بيرميابيليتي وبيزيد الترانسلوكيشن بتاع البكتيريا للليفر بكميه كبيره جدا جدا، فالليفر بيفتكر ان في حاجه غلط، فده بيزود الاوتو اميون هيباتيتس، والموضوع ده هيبقى موضوع ريسيرش في الفتره الجايه. طيب يبقى احنا الانفايرومنتال فاكتور ما احناش عارفين سببه، لكن لو الميكروبيوتا لها رول ولو الفيروسات لها رول. طيب يا ترى الفيروسات ديت بتجيب الاوتو اميون هيباتيتس ازاي؟ ولا حاجة يا جماعة، عن طريق حاجة بنسموها الموليكولار ميميكري. ميميكري يعني محاكاة، شبه بعض الاتنين زي بعض. ازاي؟
لو من العيان مثلا لما بيجي له هيباتيتس سي او هيباتيتس بي او الهاف زي في المكسيك والبلدان دي كلها، ايبشتاين هيربكس وات ايفر ذا فيروس، لو ان هو بيكون عنده ابيتوب جهاز المناعه بيتعرف على الانتيجين بتاع الفيروس ده عشان يموته. فجهاز المناعه سبب من الاسباب بيتهيأ له ان في انتيجين في الجسم شبه الانتيجين بتاع السي، هو ما بيشوفش هو بيحسس، فيروح على الليفر كده وهو بيحسس على خلايا الهيباتوسايتس يقول ده شكله زي خلايا السي، يقوم يفتكر ان الهيباتوسايت عباره عن هيباتيتس سي او هاب او اي حاجه، فيبتدي ايه يدمرها. بدليل ان لقوا ان الابيتوبس اللي هي في السي او البي هذا الفيروس ده السيتوكروم مثلا 2D6 ده بيتهاجم بانتي بودي اسمه ليفر كيدني مايكروزومال انتي بودي الاي كي ام، لان هو بيتهاجم عن طريق الانتي بودي ده، ولان هو فيه شبه من بعض الابيتوبس في الفيروسات دي. طيب لو من بعض البلدان اللي فيها الاوتو اميون هيباتيتس تايب 2 كتير على سبيل المثال، لقوا ان البلدان ديت 50% من الاطفال دول كانوا بوزيتيف للهيباتيتس سي، فعلشان كده قالوا يبقى اكيد الفيروسات ديت ليها علاقه. مش كده وبس يا جماعه، لا ده احنا عندنا الدراجز دلوقتي بقى لها رول كبير. ازاي؟ ممكن انت تاخد دراج والدراج ده لما بيحصل له ميتابوليزم في الليفر فبيفتكر ان ده انتيجين، زي اشهر الادويه ايه؟ زي النيترو فيورانتوين على سبيل المثال، المينوسايكلين، الاستاتينز، ومين؟ والانفليكسباب. لو انتوا فاكرين في السايد افكتس في اللي احنا قلناه الانفليكسباب في الاي بي دي ان هو كان بيجيب اوتو اميون هيباتايتس، فعلا الانفليكسباب في حالات كتيره جدا جدا اتذكرت في الليتريتشر ان العيان خد الانفليكسباب وجاله اوتو اميون هيباتايتس، وده عن طريق ايه؟ عن طريق المولكيولر ميميكري. لو احنا نبص هنا يا جماعه، ديت دراسات اتعملت في العالم على المرضى اللي جالهم هيباتيتس اي وبعد الهيباتيتس اي جالهم اوت اميون هيباتيتس. هتلاقي في ناس مثلا في جرماني واسرائيل وامريكا وبلدان كتيره جدا جدا، معظمهم كانوا في ميلز، ماشي ده الايدج بالشهور، مش مهم النقطه ديت. اللي يهمني يا ترى حصلت الاوت اميون هيباتيتس بعد قد ايه من الهيباتيتس اي؟ في ناس بعد حصلت بعد 6 شهور، في ناس حصلت بعد 3 اسابيع من الدايجنوزس، في ناس حصلت بعد اسبوعين وهكذا. فده برضو الاستادز ديت زودت فكره المولكيولر ميميكري. وزي ما احنا دايما بنقول، كل لما تلاقي ان في نظريات كتيره بتتعمل في المرض اعرف على طول ان انت ما انتش عارف الباثوجينيسيس حتى الان. ترى ايه هي الانتيجنز اللي الجسم بيهاجمها في الليفر؟ الانتيجنز ديت اهمها سيتوكروم موجود في الهيباتوسايتس، والسيتوكروم ده بيكون موجود جوه الهيباتوسايت وبيكون موجود برضو على السيرفيس بتاع الهيباتوسايت، بيكون موجود على الايه؟ على السيرفيس. عشان انت هتسال نفسك سؤال، هو الاميون سيل بتعرف اللي جوه الهيباتوسايت ازاي؟ بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه اي خليه لها عمر افتراضي، فلما بتيجي تموت ممكن تتكسر ويطلع اللي جواها، يبقى الانتيجين طلع من الايه؟ من السيتوسول مثلا. او ان في بعض الانتيجنز ديت بتكون موجوده على السيرفس طبيعي، موجوده على السيل ميمبرين، وده بيكون ليها فوائد معينه. خلاص كده اتفقنا. او ان الخليه بتحس ان فيها حاجه غلط فبتطلعها على السيل ميمبرين علشان تقول للاميون سيستم لو سمحت تعالى شوف انا فيها مشكله ولا ما فيهيش ايه مشكله. فاهم انتيجين موجود عندنا اللي هو السيتوكروم 2D6، سيتوكروم 2D6 ده بيتهاجم بيه انتي بودي اللي هو الليفر كيدني مايكروزومال انتي بودي ال كي ام. فانا في عندنا مثلا انزيم تاني موجود عندنا اسمه ترانسفير رايبو نيوكليو بروتين كومبلكس، وده بيتهاجم في حد بيعمل شاي يا جماعه يجيب لي شاي وقت الصور، ده بيتهاجم عن طريق السولوبل ليفر انتيجين. خلاص اتفقنا الاس ال اي. في انزيم تاني اسمه فورمامينو ترانسفيريز سايكلو دي امينيز، ده بيتهاجم عن طريق الليفر سايتوسول وهكذا. فالانتيجنز ديت معظمها اللي هي موجوده في الليفر زي ما حضراتكم شايفين هي عباره عن انزيمز تستخدم في الميتابوليزم. يهمنا جدا 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 هذا الانزيم اللي انا عاوزك تحفظه، سايتوكروم 1A2. ليه ده مهم يا اخوانا؟ مهم لسببين اتنين. اولا الانزيم ده لقوا ان في دواء ضغط مشهور اسمه داي هيدرولازين. الداي هيدرولازين ده لقوا ان في بعض الناس لما خدوه جالهم اوتو اميون هيباتيتس. فلقوا ان المرضى دول كلهم عندهم التارجت بتاع الانتي بودي بيكون هذا السيتوكروم اللي هو ال 1A2.
تاني حاجة عندنا في مرض غريب جدا 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 اسمه اي بي اي 6. الاي بي 6 ده مرض غريب جدا، ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن مرض كل الجلاندز اللي موجودة في الجسم ما بتشتغلش، البيتيوتري ما بتشتغلش، لا هايبو بيتيوريزم، الثيرويد ما بتشتغلش، لا هايبو ثيرويديزم وهايبو بارا ثيرويديزم، البنكرياس ما بيشتغلش، تلاقي اكسكراين ديفيشنسي وتلاقي ان في دايابيتس ميليتس، وجسم كله كانديدا في البق وفي كل حته. فالمرض الغريب ده، ده مرض وراثي اوتوسومال ريسيسيف. لقوا ان كل المرضى دول او كل المرضى دول 20% منهم عندهم اوتو اميون هيباتيتس، وكان الانتيجين اللي موجود عندهم ايه؟ كان ال 1A2. خلاص كده اتفقنا؟ نيجي ليه يا ترى الجهاز المناعه بيقدر يدمر الليفر ازاي؟ بيقدر يدمر الليفر ازاي؟ احنا فهمنا نمبر 1 ان في جينيتك بريديسبوزيشن، تاني حاجه فهمناها ان احنا عندنا في انتي بودز بتتكون، وعرفنا ان في انفايرومنتال فاكتور بيكون موجود عن طريق التشنج في البكتيريا فلورا اللي موجوده في الانتستين اللي هي الديسبايوسيس، وقلنا فكرتها، وقلنا فكره كمان ان في حاجات من بره، في زينوبايوتكس زي الدراجز مثلا او زي الفيروسات والحاجات دي كلها. تعالوا نفهم السلايد دي. السلايد ديت بصراحه مهمه جدا. ليه مهمه؟ لانها هتفهمك الاوتونوم هيباتايتس، هتفهمك الناش لو انت بتقرا الناش، هتفهمك الريجكشن لو انت بتقرا الريجكشن، لان ديت مهمه جدا جدا في فهم اي حاجه في الاميونولوجي. نركز يا جماعه، نركز فيها، مش عشان الاوتونوم هيباتايتس، لا عشان امراض كتيره عندنا. اول حاجه عندنا ربنا خلقنا سبحانه وتعالى، خلقنا في خلايا موجوده في الجسم بتاعنا. الخلايا دي بتكون موجوده في البلط او موجوده في التيشوز عموما، بيسموها انتيجين بريزنتنج سيل. دي خلايا عامله زي دوريات الشرطه عماله تلف في كل حاجه، لما تلاقي ان في جسم غريب في حاجه غلط بتبتدي تبلغ بيها. فالخليه دي بيسموها انتيجين بريزنتنج سيل، ده الاسم العام بتاعها، لها اسماء ثانيه ايوه. لو هي موجوده في اي تيشو في الجسم بيسموها الدندريتك سيل، بنسميها ماكروفيجز برضو نفس الفكره، والبيتا سيل دي كلها سواء كانت الدندريتك سيل ماكروفاج الاسم العام بتاعها بنسميه الانتيجين بريزنتنج سيل. لما بتلاقي حاجه غريبه اللي هو الانتيجين بتاخده وتكسره جواها وتطلع النقط المهمه اللي جواها تحطها في الدراع بتاعها اللي احنا بنسميه الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس تايب 2، الحته اللي بتطلعها من الانتيجين بنسميها الاي بي توس. اتفقنا؟ بتروح الخليه ديت على الليمف نودز لما بتلاقي ان في حاجه غريبه. بتروح على الليمف نود بتلاقي في خليه بتكون قاعده بتبلغها اللي هم بيسموها التي هيلبر زيرو او السي دي 4 سيل، بتقول لها لو سمحتي انا عندي في جسم غريب في الجسم ولازم ندمره علشان ما يدمرش الايه جسمنا. طبعا السي دي 4 ما بتشوفش، ما عندهاش عينين، فهي بتعمل ايه؟ بتمد دراعها علشان تاخد الاي بي توب او الانتيجين من الخليه ديت. الدراع بتاعها بنسميه تي سيل ريسبت. الخليه ديت لما بتعرف ان فيها مشكله وان هي فعلا في غلط بتبتدي تبلغ القياده العليا بتاعتها اللي هم بيسموها التي ريجيولاتوري سيل، او الاسم القديم بتاعها التي سبريسور سيل. ديت بيسموها القياده العليا. القياده العليا هي اما بتبلغها بتقول لها لو سمحتي انا عندي في تسلل من جنود غراب عندنا من عدو وعاوزين ندمره، فلازم تاخد موافقه من القياده العليا علشان تبتدي تنشط الجيش بتاعها، والجيش بتاعها ده يبتدي يهاجم الايه؟ الجسم الغريب. القياده العليا ديت ممكن تقول لها ده الانتيجين ده مش مهم، طنشيه، يبقى مش هيحصل استيميوليشن عندنا للايميون سيستم. او هتحرك الجيش بتاعك علشان يهاجم الاجسام الغريبه، وبعد ما هي تتاكد ان الجسم الغريب ده مات بتطلع الامر تاني للليمف نود، ما تبعتيش اميون سيلز خلاص احنا الحمد لله قتلنا العدو، لان هما ما بيشوفوش هي عماله تبعت جنود تبعت في جنود تبعت في جنود طالما ما جالهاش الامر من الخليه اللي احنا بنسميها ريجولاتوري سيل. خلاص هي جالها الامر ان ده فعلا جسم غريب، والجسم الغريب ده هو لازم ندمره. التي هيلبر زيرو سيل ديت بتستيميوليت اربع انواع من الخلايا. النوع الاولاني من الخلايا بنسميه تي هيلبر 1، خلاص اتفقنا. النوع الثاني من الخلايا بنسميه تي هيلبر 2،
النوع الثالث تي فوليكولار، دي خليه جديده هنتكلم عليها. والنوع الرابع بيسموه تي هيلبر 17. يبقى احنا عندنا كام خليه؟ 1 2 3 4 تمام. كل خليه من دول هتعمل ايه؟ التي هيلبر 1 ديت عباره عن خليه قويه جدا جدا جدا، لما بيتعمل لها استيميوليشن بتبتدي تقصف العدو بالاسلحه بتاعتها. خلاص كده اتفقنا. اول سلاح هي بتطلعه اللي هو الانترفيرون جاما. انترفيرون جاما بيروح هو للخليه اللي فيها الانتيجين. خلاص كده اتفقنا. تروح ايه؟ تدمره. الانترفيرون جاما لما هي بتقذف بالمقذوفات بتاعتها دي برضو بتعمل استيميوليشن لخلايا موجوده في التيشوز اللي هي الماكروفيجز. تقول لها الجنود بتاعك اللي هم موجودين في المنطقه اللي فيها الانتيجين لو سمحتي هات كنترولين. فالماكروفيجز تطلع تيومر كروزنج فاكتور والانترلوكين 1 علشان تدمر الايه؟ الخليه. يبقى اول حاجه عندنا الانترفيرون جاما بيدمر الخليه مباشره وبيحفز الماكروفيجز بتاعتك علشان ايه؟ علشان تطلع برضو ايه؟ اسلحتها تدمر الخليه. بتطلع حاجه اسمها انترلوكين 2. الانترلوكين 2 بيحفز خليه مهمه جدا جدا عندنا بيسموها السيتوتوكسيك سيل من اسمها سم، او اسم الدلع بتاعها سي دي 8. عشان لما تقرا في الكتب هيقول لك سي دي 8 وتلاقي خلايا كاتباها سي تي ال، يبقى انت عارف. دي بتطلع برضو انترفيرون جاما وبتطلع تيومر كروزنج فاكتور، ده حاجه كده عامل زي الشنيور اللي يخرم الخلايا فتفرقع، عامل زي البالونه كده لو جبت دبوس وحطيته فيها تفرقع. فتيومر كروزنج فاكتور يطلع يقوم يدمر لك الايه؟ الخليه. يبقى ديت وسيله للعلاج، ان انا لو اديت انتي تي ان اف هيوقف الانتي ان اف اللي طالع عندك من خليه السي دي 8 وهيطلعها يوقف لك اللي طالع من الماكروفيجز يقوم يوقف لنا الايه؟ الانفلاميشن. يبقى ديت اول خليه عندنا، اتفقنا؟ الخليه الثانيه اللي تلمنا الليمف نود تروح بعت خلايا من الليمف نود بتاعتنا اسمها تي هيلبر 2 والدي فوليكولار. دول بيستيموليت بيطلعوا انترلوكين يهمنا الانترلوكين 21، ده بيخلي البيتا ليمفوسايت تتحول لنوع جديد من الخلايا بيسموه البلازما سيلز. والبلازما سيلز ديت ميزتها ان هي بتطلع كميه كبيره من الانتي بودز النيوكليير والحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، فتبتدي تهاجم الهيباتوسايتس والايه؟ وتدمرها. ماشي؟ تمام. يهمنا التي فوليكولار ده اسم جديد هتقراه في الباثوجينيسيس، ده بيستيموليت نوع معين من البلازما سيلز. البلازما سيلز ديت لما عملوا لها صبغه تحت الميكروسكوب لقت ان هي بوستيف للاي جي جي اللي احنا بنقيسه. فهي بتستيموليت نوع معين من البلازما سيلز اللي هو بيسكريت الاي جي جي، فعلشان كده هتلاقي ان هي مش بتستيموليت كل البلازما سيلز نوع معين، انما التي هيلبر 2 عموما بتستيموليت كل البلازما سيلز علشان تطلع كل الامتي بودز. وفي نفس الوقت بيستيموليت خليه موجوده في التيشوز بيسموها الناتشورال كيلر سيل من اسمها الكيلر، دي بتطلع برضه جرانيولز وحاجات زي كده، الجرانيولز ديت بتدمر عندنا مين؟ بتدمر عندك الخليه. خلاص اتفقنا؟ النوع الثالث عندك اللي هو التي هيلبر 17. الخليه ديت بالظبط الباص يعني بتشتغل ازاي مش معروف، لكن لقوا ان هي برضه بتطلع التيومر نكروزنج فاكتور والانترلوكن 17، فده بيهاجم الخليه بتاعتك فبيدمرها. ولهم حاجه غريبه جدا الهيباتوسايت لما بتعلن فيها حاجه غريبه عاوزه تدمر نفسها عشان ما تاذيش الاخرين، فالهيباتوسايت بتسكريت انترلوكن 6 علشان يزود الانفلاميشن. هو مش الانفلاميشن ده عباره عن ايه؟ الجيش بيجي يدمر لك الاجسام الغريبه علشان تحافظ على جسمك. طيب المفروض ان انت لقيت كام هيباتوسايت فيها الانزيم خلاص انت دمرتها الدنيا تقف؟ لا، الهيومن سيستم كل شويه يبعت الخلايا دي فتقوم تدمر كل الهيباتوسايتس. ليه؟ لان ما جالهاش امر من القياده العليا اللي احنا بنسميها تي ريجولاتري سيل ان هي توقف الانفلاميشن. طب ليه؟ ده نتيجه ان حصل خلل في الايه؟ في القياده العليا. ايه الدليل بتاعك؟ الدليل بتاعنا ان لقوا العيانين دول كلهم نسبه التي ريجولاتري سيلز بيكون قليل. التي ريجولاتري سيلز الاسم بتاعها العلمي سي دي 4 بلس سي دي 25 بلس او هاي وات ايفر. يبقى هي اسمها سي دي 4 زي التي هيلبر سيل، لكن بيكون عليها كلاستر حاجه كده بروتين بيكون موجود على السيرفس اسمه سي دي 25 فسموه. فلقوا ان الخليه ديت بتكون ايه؟ قليله، فعلشان كده الاوامر لايقاف الحرب ما بتروحش. ده نقطه مهمه جدا. تاني حاجة نلاقوا في نوع غريب جدا جدا من التي ريجولاتوري سيلز بيكون عالي،
بيكون بوزيتيف لانتيجين موجود على السيرفيس اسمه اف او اكس بي فوكس بي، وده كل ما بيكون موجود كل ما بتزيد الانفلاميشن. اذا في خلايا اتهبلت او حصل فيها ايه اتجننت، علشان كده بدل ما هي تدي امر ان الانفلاميشن يقف تدي امر ان الانفلاميشن ايه الانفلاميشن يزيد. طيب الخلايا دي كلها جايه من يا جماعه من الليمف نودز، راحت على البلط وبعد كده راحت على الليفر فجت لك الهيباتوسايت. سبحان الله، لقوا حاجه غريبه جدا. الليفر ده عباره عن اميون اورجان كبير، لقوا ان الساينوسويدال الاندوثيليال سيلز اللي هي بطن الليفر ساينوسويدز ال اس اي سي ليفر ساينوسويدال اندوثيليال سيلز دي، لقوها ان هي بتشتغل كانتيجين بريزنتنج سيل، والكوفر سيل ده نوع من انواع الماكروفاج. فبدل ما هي تشتغل كانتيجين بريزنتنج سيل وتروح الليمف نود تعمل ستيموليشن، لا لا لا، ده عدت المراحل دي، ده بتستيموليت الثلاث خلايا دول دايركت جوه الليفر، يعني هم جايين ستيموليتد وهي تعمل لهم مور ستيموليشن، مش معروف ليه. فالانفلاميشن تلاقيها عمال يزيد، نار عماله ايه تزيد وتزيد وتزيد، ومفيش حاجه راضيه ايه توقفها، مفيش حاجه راضيه توقفها. لا سبحان الله، حاجه غريبه جدا ان في نوع جديد جدا من نوع من الخلايا جديد بيكون موجود عندك في الليفر بيسموه جاما دلتا تي سيلز، ده نوع من انواع السي دي 4، ما بيكونش موجود كتير في الجسم. لو الخليه ديت بتكون موجوده بكميه كبيره جدا من الليفر، وبتطلع برضو انترفيرون جاما زي ده، وبتطلع حاجه اسمها الجرانزايم، وده بيدمر الهيباتوسايتس. ايه اهميه الكلام ده كله؟ اهميته ان شاء الله لما تيجي حضرتك تقرا النيو تريتمنت بتاع الاوتو اميون هيباتايتس تبقى فاهم، هو ما يجي يقول لك ده انت كذا انت كذا، تبقى انت فاهم القصه دي كلها. وباكد عليكم يا جماعه السلايد دي مهمه جدا، هتفهم بيها الناش، هتفهم بيها الاوتو اميون هيباتايتس، هتفهم بيها حاجات كتير جدا جدا، وهتفهمك الايه الاميونولوجي. خلاص كده اتفقنا. طيب الاميون سيستم ابتدى يهاجم، فابتدى يطلع لنا انتي بودز. الانتي بودز اللي احنا عارفينها طبعا في الاوتو اميون هيباتايتس الاي ان اي اللي هو الانتي نيوكليير انتي بودي، انتي سموث ماسل انتي بودي اي اس ام اي اللي احنا بنسميه دلوقتي ازمه، في الليفر كيدني اللي كي ام، في عندنا الليفر سايتوسول ال سي 1، في السولوبل ليفر انتيجين. كل التسميات ديت متسمى على اساس ايه؟ على اساس يا اما الانزيم اللي هو بيتهاجم، او الجزء من الخليه اللي هم ما بيصبغوه بيلاقوه ماسك فيه الانتي بودي. طيب ايه هي اهميه الانتي بودز ديت؟ اولا لازم تعرف ان الانتي بودي بتتقاس عن طريق الاميونو فلوريسنس. الاميونو فلوريسنس يعني ايه؟ يعني هم بيجيبوا التيشو زي ما حضراتكم شايفين وبيصبغوه بزرقه بصبغه خضراء، لو اتصبغ اللون بالاخضر كده يبقى ده عباره عن انتي بودي ماسك فين؟ ماسك في السل، ماسك في السل. فمثلا ده الانتي نيوكليير انتي بودي ماسك في النيوكليي، فالنيوكليي باينه ايه؟ باينه بالشكل ده اهي. ممكن يكون هيموجينس او سبيكتد اللي هو ايه مربع. الليفر كيدني من اسمه ممكن بيمسك في الليفر او بيمسك في الكيدني او بيمسك في الميكروزومز اللي هو الاندوثيليال الاندوبلازميك ريتيكولوم وهكذا. فالانتي بودي لما بيمسك في التيشو بيبان لنا باللون الاخضر ده، فعلشان كده بيسموه اميونو ايه فلورنس. طب يهمني ايه في الانتي بودي؟ الانتي بودي ديت مش سبيسيفيك في الاوتو اميون هيباتايتس خالص، بالعكس لقوا ان في مرضى كتيره جدا 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 الانتي بودي ديت بتكون موجوده عندهم وما بيكونش عندهم اوتو اميون هيباتايتس. ديت نمبر 1. نمبر 2، نمبر 2 ان هي ما بتساعدش في تريتمنت. يعني ايه؟ يعني انا مش حاجه اقول ان التتر لو اكتر من كذا يبقى انا ابتدي تريتمنت، والتتر اقل من كذا ادي تريتمنت خالص. لكن يبقى هي وجودها بتسجست الديزيز، لكن ما بتساعدكش في الفولو اب بتاع التريتمنت. ولكن هم لاحظوا ملاحظه مهمه جدا ان مع تريتمنت التايتر او التتر اللي انت بتقيسه بيقل، ولما العيان ده بيجي له ريلابس التتر ده بيزيد مره ثانيه. لكن كاهميه في التريتمنت حتى الان ليس لها اهميه، ولكن بتساعد في الدايجنوزس كسسبشنز. طيب تمام، الانتي بودز ديت زي ما احنا قلنا للاسف هي مش خاصه بالاوتو اميون هيباتايتس، ممكن تكون بوست في امراض كتيره جدا جدا هنقولها بعدين مش مهم. لكن هديك مثال، مثلا ان انا مثلا ممكن عيان يجي لك فات ليفر وتعمل له ايه ان ايه تقيسه هتلاقيه بوست. لا بوست يعني ده اوتو اميون هيباتايتس؟ لا، ده موجود بالصدفه في مرضى الايه الفاتي ليفر. مرضى البرايمري بيلير سيروزس ده ممكن تلاقي ان الايه ان ايه عنده بوست، الاقي ان ايه عنده بوست. ايوه بس ده مش اوتو اميون هيباتايتس. فمثلا في مرضى
الهيباتيتس سي يعني مثلا ال ال كي ام بيبقى بوزيتيف في الاوتوميون هيباتيتس، بيكون بوزيتيف برضه في الناس اللي عندهم هيباتيتس سي. في بعض الادويه بتكون بوزيتيف زي مثلا الدواء ده اللي هو التاينيليك اسيد، فعلشان كده هم مش سبيسيفيك للاوتوميون هيباتيتس. ده انتي بودي جديد بيتكلموا عليه اسمه الانتي هانتنتن انتي بودي، وده مهم برضه عليه ريسيرش جديد بس لسه ما دخلش في حيز الجايد لاينز. الانتي بودز ديت لما يجي لك عيان وحضرتك شاكك ان هو اوت اوميون هيباتيتس بنطلب له ايه يا جماعه؟ بنطلب له الاي ان اي والاي اس ام اي والال كي ام، اتفقنا؟ وبنطلب الاي ام اي علشان يكسكلود الاي البرايمري بيري كولانجايتس، متفقين؟ طيب يبقى انا اي عيان انا شاكك فيه هيقيس كام انتي بودي؟ هقيس 3 انتي بودي. طيب يا ترى انا هلاقي الثلاثه انتي بودز بوزيتيف ولا واحد ولا اثنين ولا ايه؟ ديت الدراسة عملوها لقوا ان 80% من المرضى بيكونوا بوزيتيف للـ ANA، يبقى اذا الـ ANA موجود معاك موجود معاك، خلاص كده اتفقنا؟ 60% من المرضى بيكونوا بوزيتيف للـ ASMA، اتفقنا؟ ونسبة بسيطة جدا في الأدلت، أنا ما بتكلمش عن الأطفال، في الأدلت بيكونوا بوزيتيف للـ LKM، اتفقنا؟ طيب يا ترى أنا هلاقي واحد بس اللي بوزيتيف ولا اثنين ولا ثلاثة؟ لهم ان في حوالي 49% من المرضى بيكون في ايزوليتد انتي بودي، يعني هتلاقي الان بوزيتيف مثلا او الاي اس ام اي بوزيتيف او ال كي ام بوزيتيف، واحد بس اللي ايه بوزيتيف، او في 51% من المرضى بيكون مالتيبل الان ان اي بوزيتيف والاي اس ام اي بوزيتيف. خلاص خد بالك لو لقيت اثنين انتي بودي بوزيتيف ده بيقوي الدايجنوزيس بتاع الاوتو اميون هيباتيتس، اما اذا كان سنجل ممكن تكون اوتو اميون هيباتيتس وممكن ما تكونش اوتو اميون هيباتيتس. دي دراسة عملوها جميلة جدا 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 لازم نكون عارفين. قاسم الـ ANA لكل مرضى الليفر ديزيز، يبقى قاسم الـ ANA لكل مرضى الليفر ديزيز. ففي مرضى البرايمري سكلوزنج كولانجيتس لقوا من 30% منهم بوزيتيف للـ ANA. الناس اللي عندهم هيباتيتس سي لقوا 25% منهم بيكونوا بوزيتيف للـ ANA، البي 30%. الفاتي ليفر اللي انتشر جدا في العالم 34%، الناس اللي بتشرب كحول اكحول ليفر ديزيز 21%، وده طبعا بيعمل لك مشكله كبيره. يعني تخيل ان انت جاي لك عيان وانت شاكك ان هو ناش وبالصدفه عملت له ايه ان بص هتلاقيك حاطط ايدك على خدك، يا ترى ده ناش ولا هو دهون هيباتيتس؟ حاجه غريبه. فعلشان كده لما بتلاقي اثنين انتي بودي موجودين عندك بوست من الاول ده بيقوي عندك الدايجنوزس ان ده غالبا ايه اوتو اميون هيباتيتس. الاي اس ام اي برضه بيكون بوست في الديزيزز الثانيه، ولكن لما نيجي نشوف النسبه المئويه هتلاقي ان هي نسبه بسيطه، لكن اكتر انتي بودي بيكون بوست في امراض كثيره جدا عندنا اللي هو الاي ان اي. الاي ان اي وقلنا ان انا عندي العيان ممكن يجي لي بسنجل انتي بودي او ممكن يجي لي العيان ب مالتيبل انتي بودز. يا ترى العيان ممكن يجي لنا كبرزنتيشن بايه؟ العيان ممكن يجي لنا كبرزنتيشن بايه؟ العيان ممكن يجي لك بطرق كتيره جدا للبرزنتيشن في العياده. اول طريقه ممكن العيان ده يكون اسيمتوماتيك، انت رحت مدرسه، رحت في اي حته فبتعمل الاي اس تي والاي ال تي كتشيك عادي خالص، العيان ما بيشكيش من اي حاجه، فوجئت ان هم عاديين، فللاسف العيان ده اتشخص على انه اوتو اميون هيباتيتس، يبقى دول ايه؟ اسيمتوماتيك. النوع الثاني العيان ممكن يجينا في صوره اكيوت هيباتيتس، عيان جاي لك في العياده بجوندس وبتعمل له انفستيجيشن فقلت ده هيباتيتس، فعملت الفيروسات العاديه بتاعتنا فلقيتها نيجاتيف فغالبا ده اوتو اميون. ممكن يجي لك في السنترز الكبيره بفالمنت ليفر اكيوت ليفر سيلفيلير، عيان جاي بانكفالوباسي وجوندس والاي ان ار بتاعه اكتر من 1.5 او اكتر من 2 اكتر من 3 هتلاقيه عالي في السماء وخمس ست سبع ايام مات، فبتحلل له لقيته اميون هيباتيتس، يبقى ممكن يجي في صوره اكيوت ليفر سيلفيلير، ممكن يجي في صوره سيروزس، عيان لاول مره جاي لك دي كومبنسيتد، يا جماعه نقفل الصوت عن اذنكم، عيان دي كومبنسيتد او جاي لك بالصدفه اكتشفت ان هو الليفر سيروتيك فبتعمل له انفستيجيشن لقيت الفيروسات سلبيه عنده،
ومفيش سبب تاني لا هيموكروماتوزس ولا ويلسون، فاكتشفت ان هو اكوت وجنون. ده لازم تكون عارفه على مستوى الماجستير، لكن على مستوى الدكتوراه لازم تعرف ان في اتيبيكال بريزنتيشنز او بريزنتيشنز غريبه للاوتو اميون هيباتيتس، ودي بتحتاج سبيشال تريتمنت. ازاي؟ ممكن يجي لك عيان ليفر سيروزس وتعمل له تدور على السبب علشان تعالج الليفر سيروزس، فتلاقي كل حاجه عنده نيجاتيف، فتعمل له ليفر بايوبسي وهو مش ديكومبنسيتد، فيقول لك ان الفيتشرز اللي موجوده بتكون هايلي سجستد اوتو اميون هيباتيتس، فده بيسموها انتي بودي نيجاتيف اوتو اميون هيباتيتس. ممكن يكون في اوفرلاب، يعني العيان جاي لك باتنين ديزيز مع بعض، اتنين اوتو اميون ديزيز، زي ايه؟ زي الاوتو اميون هيباتيتس مع البرايمري سكلوزنج كولانجيتس او مع البرايمري بيلياري سيروزس، يبقى جاي لك بمرضين اتنين في الاول والدايجنوزس فيها بيبقى صعب. ممكن يجي بحاجه جديده بيتكلموا عليها اسمها دراج انديوسد اوتو اميون هيباتيتس. يعني ايه؟ يعني العيان ما كانش عنده اي حاجه، خد دواء زي الداي هيدرورازين او الانفليكسيماب. يعني مثلا ده ببساطه شديده جدا، عندنا عيان كان عنده كرونز ديزيز فور اكزامبل، فانت قررت انك تعالجه بالانفليكسيماب، مش على الانفليكسيماب وبتتابع الليفر انزيمز، فجاه الليفر انزيمز عاليت، عملت له ليفر بايوبس لقيته اوتو اميون هيباتيتس. هنا النوع ده بيسموه دراج انديوسد اوتو اميون هيباتيتس، وليه طريقه معينه في العلاج. اتفقنا؟ ممكن يجي دونوفو بوست ترانسبلانت. ازاي؟ عيان عنده هيباتيتس سي او عنده هيباتيتس بي وزرع الكبد وزي الفل، وفجاه بعد سنه او سنتين لو الانزيمات عليت فبيعملوا ليفر بايوبسي، فالليفر بايوبسي لقوا ان الفيتشرز ماشيه مع الاوتو اميون هيباتيتس. هو اساسا كان زارع على مرض غير الاوتو اميون هيباتيتس خالص، فده جاله لاول مره في عيان عنده ديزيز ثاني مختلف، فبيسموها الدنوفو. برضه لازم نبقى عارفين المرض اللي هو فيه بولي اندوكراينوباسي، ده اللي هو اسمه الايبيسيد. الايبيسيد ده او الايبسيد لو انت عاوز تنطقه كده، المرض ده بيجي في عيادة الاندوكراينولوجي بيشخصوه ان الانزيمات عاليه، فبيبعتوا لك علشان تعالج فيه الاوتو اميون هيباتيتس. فما تجيش هنا تقول لا ده مش اوتو اميون هيباتيتس، فديت بيسموها اذر فينوتايبس او رير فينوتايبس، ولكن الكونسلتنت او الناس اللي داخله ام دي لازم تكون عارفينها كويس جدا، لان ديت سبيشال سيناريوز وليها سبيشال مانجمنت. هنشرح كل واحد على قد ما نقدر. اول حاجه الاسيمتوماتيك. الاسيمتوماتيك ده ركز معايا في اللي انا هقوله، لان الكلام اللي انا هقوله لك هتلاقيه في الكتب الجديده مش هتلاقيه في الكتب القديمه. الناس اللي هي بتقرا في الكتب العاديه هتلاقي ان في جدول كده بيسموها الريفايزد اوتو اميون هيباتيتس جروب كرايتيريا، علشان تشخص الاوتو اميون هيباتيتس وتقول ده محتاج تريتمنت ولا مش محتاج تريتمنت. ففي جدول كده كان معمول فيقول لك ان العيان لو كان اسيمتوماتيك ده ما تديلوش علاج وجاست فولو اب. خلاص كده اتفقنا النقطه ديت، انا هبرزها بالتفصيل في تريتمنت. بس عاوز افهمك هما جابوا الكلمه دي منين، لان الكونسيبت ده غلط. الكونسيبت ده ايه؟ غلط. الاسيمتوماتيك ده ربع العيانين عباره عن بنت بنوته جايه لك في العياده بتقول لك انا عاوز اعمل تشيك على نفسي، فعملت لها انسيمات لقيت الانسيمات بتاعتها عاليه شويه، ف وما بتشكيش من اي حاجه، اس تي 80 مش عارف ايه، سي بي سي زي الفل، كل حاجه زي الفل، الالبيومين زي الفل، عملت لها ليفر بايوبسي. الليفر بايوبسي قالوا لك ايه ده مايلد ديزيز، و طالما ان هو مايلد ديزيز مش محتاج علاج. فهم زمان كانوا بيقولوا المايلد ديزيز مش محتاج علاج ليه؟ لان هم كانوا جابوا العيانين اللي عندهم مايلد ديزيز والعيانين اللي عندهم سيفير ديزيز، فلو ان العيانين اللي عندهم مايلد ديزيز كان السرفايفل بتاعهم طويل، يعني عاشوا فتره طويله بدون علاج، فعلشان كده قال لك طالما ان هو عاش فتره طويله بدون مشاكل في العلاج فخلاص ما ندهمش علاج وكده. ده كان الفكر القديم. الفكر الجديد لقوا ايه؟ العيانين دول منهم ما كانوش بيتابعوا كويس، لو ان معظم العيانين دول كانوا بيخشوا في فليرز بايوكيميكال فلير من غير ما العيان يحس. يعني ايه؟ يعني كل شويه هو خلاه اسيمتوماتيك ومايلد هيباتيتس، كل شويه يخش في مودريت هيباتيتس او سيفير هيباتيتس والعيان مش واخد باله، فايه اللي حصل؟ دخل منك في سيروزس من غير ما انت تاخد بالك. فعلشان كده الكونسيبت الجديد بتاع التريتمنت اتغير، خلاص؟ لما عملوا دراسه، احدث دراسه، قاسوا السرفايفل في العيانين اللي هم مايلد والعيانين اللي هم عندهم سيفير ديزيز بس خدوا تريتمنت. فلقوا ان السرفايفل في الناس اللي خدت تريتمنت كان عندهم سيفير ديزيز وخدوا تريتمنت
كان اعلى من الناس اللي هم ايه مايلد. فاذا القصه بالنسبه للاسيمتوماتيك ديزيز والمايلد ديزيز اختلفت تماما في اخر 5 سنين. لو انت بتقرا من كتاب قديم هتلاقي ان الكلام فيه مختلف عن الكلام الايه الكلام الجديد، ودي تاك انا عاوزك تبقى عارفها. ممكن يجي لنا العيان باكيوت هيباتيتس جوندس وانزيمات عاليه وحاجات زي كده، لكن في حاجتين اتنين بيميزوا الاوتو اميون هيباتيتس في العيان اللي بيجي لك بجوندس. ايه هو؟ ان معظم البنات دول بيجي لهم امينوريا، والبنت ديت بمجرد ديت بتاخد كورتيكوسترويد المنسز بترجع عندهم، ودي حاجه مهمه قوي. تاني حاجه ان معظمهم بيكون عندهم ارثرالجيا محترمه، ارثرالجيا محترمه، والارثرالجيا ديت بتتحسن مع التريتمنت. يبقى كلينيكال ايه اللي بيميز الاوتو ميون هيباتيتس عن الهيباتيتس العاديه؟ الارثرالجيا والامينوريا. لاحظوا حاجه غريبه جدا، سبحان الله، ان معظم المرضى اللي جايين في صوره اكيوت هيباتيتس لما عملوا لهم ليفر بايوبسي لو قلتهم عندهم سيروزس. فعلشان كده بيقول لك 30% من المرضى ممكن يبريزنت بسيروزس ات بريزنتيشن، وبعد فتره تلتهم حصل لهم دي كومبنسيشن. يبقى برضه ممكن العيان ممكن يجي لك في صوره ايه؟ ممكن يجي لك في صوره سيروزس. يبقى سيمتوماتيك هيباتيتس سيروزس. ممكن يجي لك العيان في صوره فالمنت ليفر. ست كويسه وزي الفل، فجاه ابتدت تدروخ مع جوندس وتعملها بروسترومبين لقيته 5 لاينر، لقيته 5 6، 3 4 ايام الفنتيليت اتكلت على الارض. يبقى ده بيسموه اوتو ميون هيباتيتس. مشكلتك في الفانلنت ان انت عاوز تعرف سببه، علشان ممكن تعالجه وما العيان ما يزرعش. انت بتحاول تدور على اي سبب بحيث ان العيان ما يزرعش، وحتى لو زرع معظم المرضى دول للاسف بيتوفهم قبل ما يزرع. الفانلنت مشكلته انت بتشخص الاوتو ميون هيباتيتس بايه؟ بالانتي بودز الاي ان اي والاس ام اي والال تي ام والاي جي جي، ما هو كلهم بيبقوا نيجاتيف. ليه؟ الايميون سيستم مش فاضي ان هو يكون لك انتي بودز. علشان كده الدايجنوزس هنا بيبقى صعب جدا 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 جدا، وممكن في بعض الحالات لو انت عندك هاي سسبشن او هاي بتعمل ايه؟ بتدي اي في ستيرويدز امبيريكال. خلاص كده اتفقنا؟ ممكن تعمل ليفر بايوبسي، بس طبعا الليفر بايوبسي العاديه مش هتنفع لانها طبعا اي ان ار 5 6، فبيضطروا ان هم يعملوا ترانس جاجولار في المراكز الايه العاليه شويه. اهم حاجه الاذر اوتو اميون ديزيزز، وديت بتحصل بعد فتره من تشخيص الاوتو اميون هيباتيتس. يبقى البرزنتيشنز لغايه دلوقتي كتيره زي ما احنا شايفين. ممكن العيان يجي في صوره اكيوت هيباتيتس، ممكن يكون اسيمتوماتيك، ممكن يجي في صوره سيروزس، ممكن يجي لك في صوره فالمنت ليفر، ممكن يجي لك في صوره اذر اوتو اميون ديزيز وتكتشف بالصدفه ان هو معاه اوتو اميون هيباتيتس. دايما بيطرح سؤال مهم قوي قوي، هل الاوتو اميون هيباتيتس هي مرض واحد ولا بلغه ثانيه مالتيبل فيسز ديزيز؟ هل هو وان فيس ولا مالتيبل ديزيز؟ يا ترى هل هو وش واحد ولا واحد اثنين ثلاثه؟ يا ترى ده ميل بيعزف ولا ديت واحده ست؟ ليه هم قالوا الكلام ده؟ معظم الناس بتتعامل مع الاوتو اميون هيباتيتس على انها سيمبل ديزيز 1 2 3 4 ده اوتو اميون هيباتيتس، تمام. لا، في حاجه اسمها اذر فينوتايبس موجوده من الاوتو اميون هيباتيتس لازم تبقى اوير بيها. زي ايه؟ زي الانتي بودي نيجاتيف اوتو اميون هيباتيتس. عيان جاي شاكك ان هو اوتو اميون هيباتيتس وعملت له كل الانتي بودز لقيتها عنده نيجاتيف، تعمل ليفر بايوبسي لان هي ايه؟ سوشيست. يبقى ده نوع من انواع الاوتو اميون هيباتيتس محتاجه ستريس علشان تقدر تشخصها. قلنا الدراج ديوز، افتكر دايما الانفليكسيماب كمثال قلناه. المرض اللي هو الابسد مهم جدا، ان ده عيان ما بقول لك من عيادة الاندوكرينولوجي وممكن يلاقوا الانزيمات بتاعته عاليه، فبيحتاج هتقول لهم ده اوتو اميون هيباتيتس ولازم يتعالج. ممكن المريض ما يجيش باوتو اميون هيباتيتس بس، لا ده معاه اذر اوتو اميون ديزيز زي البرايمري بيلير سيروزس او البرايمري سكلوزنج كولانشايتس. لو انت شغال في سنتر ترانسبلانت ممكن عيان بعد الزراعه يجي له دينوفو. فدي يبقى الصور دي كلها مش وش واحد، لا ده انت عندك وش واثنين وثلاثه واربعه للاوتو اميون هيباتيتس. لكن الحاجات دي كلها يعرفوا اكتر الناس اللي داخله دكتوراه او كونسلتنت. طبعا ده المرض اللي انا عاوز اعمل ستريس عليه، لان انت لو بتذاكر كيسز ان شاء الله علشان كيسز ممكن يجيب لك المرض ده ويقول لك يا ترى ايه سبب الهيباتيتس. سبحان الله، شوف
الهايبوثايرويديزم، مفيش ولا غده شغال، ها بيتيوتري فيليا، هايبوثايرويديزم، هايبر بارد، هايبو بارد، اديسون حتى الاوفرز مش شغاله، التستس في المين مش شغاله، وبتلاقي عنده اوتو اميون هيباتايتس. الاوتو اميون هيباتايتس ممكن يجي لك العيان زي ما احنا قلنا برضو في الاي بي دي، ممكن يجي لك باذر اوتو اميون ديزيز موجود معاه في نفس الوقت. ايه هو اهم اوتو اميون ديزيز؟ لو انت بتقرا الاي اس ال دي جايد لاينز الاخيره هتلاقي ان هي مختلفه عن الاي اس ال دي القديمه اللي هي تقريبا 2010، ومختلفه عن الايزي 2015. ليه؟ ابتدوا يهتموا بالاوتو اميون ديزيزز اللي هي موجوده مع الاوتو اميون هيباتايتس. فلو على سبيل المثال اكتر مرض بيكون موجود في مرضى الاوتو اميون هيباتايتس السيليا ديزيز. سيليا ايوه السيليا. ده من نسبته في المرضى بتوع الاوتو اميون هيباتايتس اكتر من الجنرال، ايه اكتر من الجنرال بيبليشن. وعلشان كده الاول مره الجايد لاين تكتبها الاي اس دي بقى تشترط علشان تشخص اوتو اميون هيباتايتس انك تعمل سكريننج من السيليا ديزيز. تمام. ممكن زي اي اوتو اميون ديزيز هنمسك الاذر سيستمز ونشوف، ممكن في العين من فوق واحنا نازلين لتحت. في العين ممكن يكون عندنا ايه؟ يوفيايتس، دايابيتس ميليتس تايب 1 كتير بيحصل خاصه في الاطفال، الاوتو اميون ثايرويدايتس في الكبار والصغيرين، ممكن يجي العيان اي تي بي خلاص، ممكن يجي له اوتو اميون هيموليتيك انيميا. الفيتيليجو لايكن بلانس، اهم حاجه الروماتولوجيكال ديزيز زي سيستميك لوبس والجوجرين والكريست والروماتويد ارثرايتس بيكونوا كومن معانا. الاوتو اميون ديزيز ايه ليه انا بعمل ستريس عليها؟ لان انت بيجي لك العيان بتشخصه اوتو اميون هيباتايتس وبتعالجه وما بتاخدش بالك انك بتسيرش في الاذر اورجن ان هو ممكن يكون عنده كارثه ثانيه وانت مش واخد بالك انها تدمره. يعني العيان ممكن ما يموتش من الاوتو اميون هيباتايتس لكن ممكن يموت من الامراض الثانيه. اتفقنا؟ يعني مثلا ديت دراسه اتعملت. الدراسه ديت لما اتعملت بيشوفوا ايه اكتر الاوتو اميون ديزيزز اللي موجوده عندنا. فلو من التايب 1 بيكون في اوتو اميون ثايرويدايتس برضه نفس الكلام في تايب 2. لو دايما التايب 1 بيكون دايما روماتولوجي مع اي بي دي، دايما بنفتكرها روماتولوجي مع اي بي دي، لكن التايب 2 بيكون اكتر فيه الديابيتس والفيتيليجو. ماشي؟ طبعا ممكن يجيب لك كيس A patient with vitiligo in the dermatological clinic and during follow-up there is elevated liver enzymes. What is the most probable diagnosis? Autoimmune hepatitis. خلاص؟ هنا عملوا حاجة ظريفة أوي في الدايجرام ده. قارنوا الناس اللي فوق 60 سنة بالناس الصغيرين اللي هم أقل من 30 سنة. فلقوا دايما إن الناس الكبار العواجيز بيكون عندهم أكتر الأوتوميون ثيرويد ديزيز والروماتولوجيكال ديزيز. لكن الصغيرين في السن دايما بيكون عندهم الاي بي دي والاوتو اميون هيموليتيك انيميا اكتر. دي نقطه ظريفه في الكيسز. يا ترى ايه هي الانفستيجيشنز اللي انا هعملها؟ اول حاجه العيان هيجي لي هعمل له ليفر فانكشن، الاقي في الليفر فانكشن. لو كان العيان اسيمتوماتيك هلاقي الانزيمات عاليه الاي اس تي الاي ال تي بيرو. تمام. كرونيك هيباتايتس هتلاقي الاي اس تي والاي ال تي بس عاليين. تمام. لو سيروزس هنلاقي برضه الاي اس تي والان تي وممكن البيروبين لو العيان دخل لنا في سن الايه؟ دي كومبنسيشن. لكن في نقطه عاوز اقولها، الاوتو اميون هيباتايتس دايما البيروبين بيكون دايركت ولا اندايركت؟ تفتكروا ايه؟ بيكون دايركت. لو لقيته اندايركت عالي سيرش فور اوتو اميون هيموليتيك انيميا. خليك مركز معايا، يبقى الاذر اوتو اميون ديزيزز مهمه جدا في قرايه الايه؟ الانفستيجيشن. هنعمله سي بي سي، ما بيبقاش حاجه في السي بي سي. لو لقيت فيه هيموجلوبين واطي هدور على الاوتو اميون هيموليتيك انيميا. لو لقيت ان البليتلتس واطيه والليفر مش سيروتيك ادور على الاي تي بي. اتفقنا؟ الاي ان ار لو عالي قوي اخد بالي ان هو ممكن يكون داخل منك في ايه؟ في فالمنت ليفر فيلير او عنده برايمري بيليري سيروزس وحصل عنده ديفيشنسي لفيتامين كي. طبعا مهم ان انت بتعمل فيروسات عشان تتاكد ان هو ايه؟ سلبي. هنعمل انتي بوديز ممكن هيكون بوزيتيف الاي ان اي والاس ام اي والان كي ام، لازم تعمل له الاي ام اي ويكون نيجاتيف. نيجاتيف يبقى انت مستوى واحد، بوزيتيف يبقى اوفر لاب. خلاص اتفقنا؟ انا طبعا هقول السكيما ازاي تشخص كمان شويه.
من الانفستيجيشنز اللي انت دايما بتعملها لمريض الاوتو من هيباتيتس الاي جي جي، وده مهم جدا 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 من هنا للصبح. افتكر دايما ان الالكوحوليك هيباتيتس بيكون عارف ايه الاي جي اي، البرايمري بيليري سكروزس بيبقى عارف ايه الاي جي ام، الاوتو من هيباتيتس بيبقى عارف ايه الاي جي جي. فعاده هتلاقي العيان ده الاي جي جي عالي وبقيه الانتي بودز نورمال، متفقين؟ الاي جي جي ده من الباثوجينيسيس، مين اللي كان مسؤول عن السكريشن بتاعها؟ التي فوليكولار سيل. تمام. الاي جي جي ده بقى مهم جدا 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 ليه؟ لان احنا بقينا نقدر بيه نعمل مونيتورنج للتريتمنت. ازاي؟ العيان ده عيان الاوتو ميون هيباتيتس انت بتعمله ليفر بايوبسي اول لما تبتدي العلاج، وبتعمل ليفر بايوبسي تاني بعد سنتين لثلاث سنين، متفقين؟ طب السنتين دول هتابع العيان اشوفه بيتحسن ولا ما بيتحسنش ازاي؟ ما بنقدرش نعتمد على الانزيمات، لان الانزيمات ما فيش كورليشن ما بين الليفر انزيمز والهيستولوجيكال اكتيفيتي، متفقين؟ فممكن تعتمد على الاي جي جي، فده عشان كده بقى فيه ستريس عليه ان انا ممكن استخدمه في المونيتورنج اوف ذا ثيرابي، لكن مش ديسيجن تو ستوب ثيرابي. يعني لما الاقيه بيوطى 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 غالبا الاميونو سبريشن جايبه نتيجه معاه. طيب ايه مشاكل الاي جي جي؟ الاي جي جي ده عليه مشاكل كتيره جدا. اول حاجه ان هو وايد رينج، ركز معايا في الكلمه دي الله يخليك عشان تفهم بيبرز كتيره من اللي بتتكتب بيبقى قصدها ايه. لو انا جيت سالتك مثلا التست الفلاني النورمال بتاعه من كام لكام؟ هتقول لي من 10 ل 30، من 10 ل 15، من 10 ل 20، 25، وات ايفر. الرينج ده بنسميه نورمال رينج، مفيش فيه مشاكل. لو اكتر من مثلا هنقول سي ان هو من 5 ل 20، يبقى لو اكتر من 20 يبقى ده ايه؟ التست ده زي. في تيست بنسميه نارو رينج، يعني اقول لك النورمال من كام؟ هتقول لي من 5 ل 6. نارو، معقول 6 1 من 10 يبقى ده ديزيز؟ اقول لك اه. لكن في حاجه صعبه جدا عكس النارو رينج الوايد رينج. اقول لك النورمال كام؟ هتقول لي من 5 لغايه 100، من 5 لغايه 100 فيري فيري وايد رينج، فده بيعمل لنا مشاكل. ليه بقى؟ نفترض ان انا عندي عيان، هنقول مثلا مثال بسيط قوي، لو انا افترضت ان الرينج بتاعي من 5 الى 100، وانا عندي العيان عملت له تيست لقيته طالع لي مثلا ساي 50، وجيت بعد فترة لقيته 90، هقولنا نورمال ولا ده زاد كتير؟ هي دي المشكلة، هي ديت الايه المشكلة. في بعض المرضى لما اسألهم الاي جي جي قالوا عليه نورمال، لكن انا وجهة نظري الحقيقية هو ما كانش نورمال، هو الناس ديت كان عندهم فيري لو اي جي جي وزاد مع الديزيز فوصل لمرحلة الايه النورمال رينج. يعني ايه؟ يعني قلنا ان الرينج مثلا سي من 5%، العيان ده طبيعي الستاندرد بتاعه كان 3، فما حصل انفلاميشن بقى 10، لما اجي اشوف ال 10 واشوف الريفرنس هلاقيه ان هو نورمال. فهي ديت المشكله الاساسيه بتاعه الاي جي جي، ان هو وايد رينج. خلاص؟ وليه مشكله ثانيه، ان هو في بعض العيانين دلوقتي بيقولوا عليهم ان هم عندهم اوتو ميون هيباتيتس، مش احنا قلنا ان في حاجه اسمها اوتو ميون هيباتيتس نيجاتيف او انتي بودي نيجاتيف اوتو ميون هيباتيتس، لان ايه والاس ام اي والال كي ام نيجاتيف؟ لا، في كاتيجوري لسه نازله من حوالي سنه، كاتيجوري جديده، ان بقى في اي جي جي نيجاتيف اوتو ميون هيباتيتس. يبقى ديت نوع جديد من اوتو، عشان كده دايما اقول لك ايه، يا ترى الاوتو ميون هيباتيتس وان فيز اور مالتيبل فيز، وهشرحها بالتفصيل دلوقتي. لازم اي مريض هتشخصه ان هو عنده اوتو ميون هيباتيتس يعمل ليفر بايوبسي. ات از مانداتوري، ات از مانداتوري. الليفر بايوبسي اساسيه وهي اهم انفستيجيشن في الاوتو اميون هيباتيتس بلا جدال. اول حاجه بشخص بيها المرض، تاني حاجه بعمل بيها مونيتورنج للتريتمنت، بشوف العيان بيتحسن ولا ما بيتحسنش، تالت حاجه على اساسها باخد القرار ان انا اوقف الاميونو سبريسيف دراجز. فالاوتو اميون هيباتيتس الدكتور اللي يعالجها بدون ان هو يعمل ليفر بايوبسي ده كريمنال اعظم. خلاص؟ هلاقي في الليفر بايوبسي بنلاقي حاجات عامه وحاجات خاصه بالاوتو اميون هيباتيتس. هتلاقي ان في انترفيس هيباتيتس، انتوا عارفين البورتال تراكت بيكون في حاجه اسمها الليمتنج بليت وحواليه الهيباتوسايتس من كل حته. فبيحصل انفلاميشن عند الحد الفاصل ما بين البورتال تراكت والهيباتوسايتس،
عشان كده بيسموه انترفيس هيباتيتس او الاسم القديم بيس ميل نيكروزس. فده بتلاقي الليمفوسايتس كتيره عندك وبتلاقي فيه بلازما سيلز كتيره، وديت حاجه بتلاقيها في كل حالات الاوتو اميون هيباتيتس. لكن خد بالك السي بيعمل كده والدراج انديوس هيباتيتس بتعمل كده. ليه الكلام ده يا عم؟ اقول لك لازم تبقى عارف النقطه دي. تمام. لو حاجه، طب الهيباتوسايت بيبقى اخبارها ايه؟ لهم وصفهم حاجه غريبه جدا في الهيباتوسايت، ترم كده هتقراه اسمه امبري بوليسس. امبري بوليسس ايه؟ امبري بوليسس ده الامبري بوليسس اكلك وتعيش جواه، اكلك وتعيش جواه. يعني ايه؟ يعني الهيباتوسايت بتروح واخده الليمفوسايت جواها خلاص جوه بطنها وما تدمرهاش، لا الليمفوسايت عايشه، عايشه جوه الهيباتوسايت. زي مثلا الماكروفيجز في الناس اللي بتقرا هيماتولوجي، ده تنجلف الريد بلاد سيل وما تدمرهاش، لا الريد بلاد سيل سليمه وشغاله جوه الفاجوسايت. حاجه ظاهره غريبه جدا بيسموها الامبريبوليسيس، ودي بتكون موجوده جدا في 65% من مرضى الايه؟ الاوتوميون هيباتيتس. ودي لما بتلاقيها اعرف ده اوتوميون هيباتيتس على طول. الهيباتوسايتس طبعا ساعات بتعمل حاجه غريبه جدا، انتوا عارفين الهيباتوسايتس بتبقى مرصوصه في صوره ايه؟ ارز كده او في صوره لاينز خلاص. لا بدل ما هي مصفوفه في صوره خط مستقيم تقوم تتجمع تعمل لك شكل الورده، بيسموها هيباتيك روزيتس. ودي تلاقوها بتحصل في الاوتو اميون هيباتيتس في نسبه كام؟ 30% من المرضى. طبعا في السيفير ديزيز البلازما سيلز بتنفلتريت الليفر كله، بيسموها باندوبيتس او باندوبيلار هيباتيتس، وبتكون الهيباتوسايتس انفلامد وسولن وحاجات زي كده. يبقى انا اللي يهمني لما تقرا ليفر بايوبسي تدور على ثلاثه تيرمز. ايه هم الثلاثه تيرمز اللي هتدور عليهم؟ الانترفيس هيباتيتس والامبيري بوليسز والهيباتوسايت روزيت. لو جالك تقرير باثولوجي وكتب لك ان في انترفيس هيباتيتس وما علقلكش على الاثنين دول، رجعه لبتاع الباثولوجي قول له لو سمحت دور على اللي انا كاتبه لك. ليه؟ لانه لو كاتب لك الاثنين دول ده غالبا هيباتيتس، انما الانترفيس ممكن تيجي مع السي او مع الدراج انديوس. اتفقنا؟ في مش احنا قلنا ان هو الاوتو اميون هيباتيتس يا ترى وان فيس او تو فيس؟ ده الجديد اللي انا عاوز اقوله لكم، ان لو 20% من المرضى الاوتو اميون هيباتيتس بيكون معاهم ناش. ايه؟ ناش؟ ايوه يا سيدي معاهم ناش. وده ليه ابتدوا يتكلموا عن الموضوع ده؟ لان نسبه السمنه زادت جدا جدا في العالم. وطبعا بعد الحظر كلنا كرشنا. ف دلوقتي في مرضى كتير بيعملوا لهم ليفر بايوبسي لو الفيتشرز بتاعت الناش والفيتشرز بتاعت الاوتو اميون هيباتيتس، وديت موجوده في 20% من المرضى، وديت بقت كارثه. دي بقت ايه؟ بقت كارثه. لان الاستيرويدز هتزود الناش. يعني ديت طبعا عاوزه ابحاث كتيره جدا جدا، وديت هتبقى مرض العصر في الفتره الجايه، لان طبعا عارفين الناش اتريزت جدا والاستيرويدز زادت جدا على مستوى العالم. فعلشان كده ده فينوتايب جديد هنزوده في الاوتو اميون هيباتيتس للناس اللي داخله ام دي. طبعا ممكن تلاقي سيروزس. السيروزس فيها مشكله كبيره جدا. ايه مشكلتها في الاوتو اميون هيباتيتس؟ دي تكه برضه هنقولها، وكنا هنقولها في السبيشال سيناريوز. اي سيروزس لما بتحصل بيكون نوديولز، زي ما حضراتكم عارفين معظم النوديولز في الفيرال هيباتيتس بيكون سمول نوديولز. الاوتو اميون هيباتيتس للاسف السيروزس بتاعتها بتعمل ماكرو نيديولز. هتقول لي ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان انت لما بتعمل سي تي او سونار بتبان لك نيديول كبيره، ما بتبقاش عارف دي اتش سي ولا نورمال نيديول في الليفر، وديت هتحتاج مشاكل كتيره جدا في الدايجنوزس والتريتمنت. وده بقى العيان الوحيد في الاتش سي اللي هقول لك هتعمل ليفر بايوبسي علشان تعرف، لان الراديولوجي مش كافيه للتشخيص في الاوتو اميون هيباتيتس. ادي البورتال تراكت مليان خلايا ليمفوسايتس وبلازما سيلز. طبعا هنا عشان كده بيسموها بيس ميل نيكروزس او انترفيس هيباتيتس. هنا الليمفوسايتس اسف الهيباتوسايتس بدل ما هي تبقى مرصوفه في صوره صفوف ابتدت تعمل لنا ورد فبيسموها روزيتس. ادي هيباتوسايت وجواها ليمفوسايت او بلازما سيل جواها صغيره اهيت فسماها الامبريبوليسيس. وطبعا ده الليمفوسايتس والبلازما سيلز في الهيستو باثولوجي. اهم حاجه دكتور الهيستوباثولوجي ولو جاب لك التقرير ومش مكتوب فيه ترجعه له، لازم يقيس لك حاجه اسمها هيستولوجيكال اكتيفيتي اندكس اتش اي ار. لو ما كتبوش ترجعها له على طول. ليه؟
لان انا اما باجي اعمل ليفر بايوبسي بعد سنتين لثلاث سنين من العلاج، لو لقيت الرقم ده اقل من 4، يعني من 1 لـ 3، يعني مينيمال هيباتايتس، بوقف التريتمنت، بوقف الايه التريتمنت. فلو هو مش كاتبه لك ما توقفش تريتمنت. يعني لو لقيت الاتش اي اي من 4 لـ 8 او لغايه 18 ايا كان الرقم، ما توقفش الاميون سبريسنت. امتى اوقف الاميون سبريسنت؟ لازم يكون الرقم ده من 1 لـ 3، من 1 لـ 3 معناها مينيمال هيباتايتس او ريميشن. فلازما الدكتور الباثولوجي يقيسه لك، وده الجدول اللي هم على اساسه بيقيسوا بيه نسبه الاكتيفيتي. هتسالني سؤال، هل الفايبروسكان والحاجات ديت لها دور في تشخيص الاوتوميون هيباتايتس؟ لان طبعا العيانين بيكرههم الليفر بايبس لانها بينكر وممكن يحصل منها كومبليكيشن. فالعالم كله دلوقتي متجه الى النون انفيزيف. هتتسال سؤال، هل ممكن اعمل فايبروسكان ولا لا؟ ايوه، من حقك تعمل فايبروسكان علشان تاسس الديجري بتاعت الليفر فايبروزس. بس الفايبروسكان ده ما بيتعملش يا جماعه الا بعد 6 شهور من بدء العلاج. نركز تاني، الفايبروسكان ما بيتعملش الا بعد ايه؟ لما بعد 6 شهور. ليه بعد 6 شهور؟ انتوا عارفين ان انت عندك الليفر لما بيكون الانسجام بيكون عاليه بيطلع فايبروسكان غلط، كلنا دارسين الموضوع ده. فطبعا في الفتره الاولانيه من بدايه العلاج الانسجام بتكون عاليه نتيجه الانفلاميشن. فمثلا العيان لو نفترض درجه الفايبروزس اف 2 هتطلع لك اف 4. فاذا لو انا عملته في اول 6 شهور هيرفلكت اكتر الانفلاميشن اكتر من الفايبروزس. لكن لو انا عملته بعد 6 شهور هيقدر يقول لك نسبه الفايبروزس قد ايه. هتقولي ديت اهميتها ايه؟ اقول لك اهميتها ببساطه شديده جدا، ان انت لو عندك عيان مثلا سيروتيك واديته علاج الاوتو اميون هيباتيتس وعملت مثلا ليفر بايوبسي وربنا كرمه وخاف، ما انت عاوز تعرف الفايبروزس بتقل بعد سنه سنتين ولا لا؟ هعرف ازاي؟ هنعرف عن طريق الفايبروسكان. طبعا في حاجات حديثه لقياس الليفر بايوبسي زي الام ار اي عن طريق الماجنتيك ريزونانس الاستوجرافي والاي ار اف اي، لكن احنا بنقول طبعا الام ار اي غالي جدا انك تعمله ومتعب للعيان طبعا، سنس اوف فير والحاجات كلها. لكن برضه بقاعده لو انت عاوز تاسس بيهم الليفر فايبروزس هتاسس بعد قد ايه؟ بعد 6 شهور. طيب نكمل يا جماعه. احنا قربنا نخلص عموما يعني ان شاء الله عشان بس الناس ما تزهقش. هنيجي ازاي هم قسموا الاوتو اميون هيباتيتس كلاسيفيكيشن، ده مهم جدا انك تعرفه وان كان مش مهم في تريتمنت. تريتمنت وانس اوتو اميون وانس تريت. اوكي، زمان في الكتب القديمه هتلاقي الاوتو اميون هيباتيتس كانت تايب 1 وتايب 2 وتايب 3. الناس اللي هم بتذاكر الكتب القديمه قوي هتلاقي ان هم كانوا كام نوع؟ كانوا 3 انواع. دلوقتي احنا بنقسم الاوتو اميون هيباتيتس الى نوعين، ودلوقتي التقسيمه اللي جايه ان شاء الله ده 5 انواع. ما علينا، التقسيمه الرسميه اللي انا عاوزك تبقى عارفها ان انا عندي في تايب 1 وتايب 2 وفي عندنا الانتي بودي نيجاتيف اوتو اميون هيباتيتس. تايب 1 ممكن الاقي الاي ان اي بوزيتيف او الاي اس ام اي بوزيتيف او السولوبل ليفر انتيجين بوزيتيف. علشان وانت بتذاكر ما تنساش كلهم فيهم حرف الاي، اي ان اي، اي اس ام اي، اس ال اي. خلاص، الاوتو اميون هيباتيتس تايب 1 في الاضل ده بيمثل 80% من الناس، 20% تايب 2. خلاص، علشان كده انت لما بتطلب انفستيجيشن في الاول تطلب الاي ان اي والاس ام اي، ما تطلبليش الالي كي ام. خلاص، انت 20% لما يطلع نيجاتيف فاشوف. تايب 2 افتكروا دايما حرف ال، حرف الايه؟ ال، يبقى الي كي ام 1، الي كي ام 3، الي سي 1. خلاص، اللي هو الليفر سايتوسول، وده بيكون مين اللي موجود في الاطفال وحوالي من 5 لـ 10% من الايه؟ من الاطفال. دي التقسيمه الاساسيه اللي انت لازم تعرفها، اللي هو تايب 1 تايب 2. طيب هل بتفرق معايا في العلاج؟ لا، لكن بتفرق معاك في خصائص المرضى. ازاي؟ يعني تايب 1 ديت اكتر بتكون موجوده في الاطفال، خلاص نسبه معظمهم بيكونوا اسيمتوماتيك او بيقول لك في صوره اكيوت ليفر سيلفير. في الاطفال دايما بتلاقي ان العيان عنده ريلابس بالنسبه عاليه. في الاوتو اميون ديزيزز اللي هي بتكون موجوده عندنا هتلاقي ان دايما تايب 1 بيكون اسوشيتد مع الاي بي دي والروماتولوجيكال ديزيز، انها تايب 2 في الاطفال الدايابيتس ميليتس والفيتيليجو. في الاوفرلاب مع البرايمري سكلوزنج مع البرايمري ميليار سكلوزز بتيجي في الادلت وتايب 1.
تايب 2 هتلاقي اكتر مع ايه؟ مع البرايمري سكلوزنج كولانجايتس. طب السيروزس، هتلاقي السيروزس بتكون موجوده في الادلت اكتر ما هي موجوده في الاطفال. طيب نسبه الريلابس، النقطه المهمه قوي، الريلابس ممكن يحصل في الادلت انما معظم الاطفال بيحصل فيهم ريلابس، وعلشان كده بيحتاجهم ايه؟ لونج اميونو سبريشن. يبقى هنا الكلاسيفيكيشن ده فرق معاك في خصائص العلاج واستجابته للعلاج، لكن ما فرقش معاك انك تاخد ديسيجن بتري. ده النوع الجديد من الاوتو اميون هيباتايتس اللي هم اتكلموا عليه، خلاص ده لسه منشور سنه 2020. ده عباره عن ايه؟ دول عباره، احنا قلنا ان كل مرضى الاوتو اميون هيباتايتس هتلاقي الاي جي جي عندهم عالي، لا دول مرضى اوتو اميون هيباتايتس ولو ان الاي جي جي عندهم نورمال. يا ترى هو نورمال ولا كان واطي وعالي بالطريقه اللي انا قلت لكم؟ الله اعلم، ديت لسه عاوزه ايه؟ دراسات. ديت بتمثل 10% من المرضى. العيان ده كلينيكال يا جماعه زي عيان الاوتو اميون هيباتايتس في كل حاجه. لما عملهم ليفر بايوبسي، الليفر بايوبسي هتعرف ان المفروض التقرير لو في واحد باثولوجيست هيباتولوجيست يعني بتاع هيباتولوجي محترم هيقول لك ان المفروض ان هو بيكتب لك في الاخر يا ترى ده اوتو اميون هيباتايتس بنسبه كام؟ يعني في تيبيكال فيتشرز ولا كومباتبل ولا اتيبيكال؟ هتلاقي ان العيانين اللي هم عندهم الاي جي جي نيجاتيف نسبه التيبيكال فيهم بيكون اقل سنه من الكلاسيك اوتو اميون هيباتايتس، لكن احصائيا ما فرقوش. اذا الليفر هيستولوجي باترن ذا سيم. لكن لو ان الناس دول او النوعيه دي من المرضى عندهم حاجه جميله جدا، ايه هم؟ للاسف واحد من عيوب علاج الاوتو اميون هيباتايتس ان في نسبه ريلابس عاليه. لكن سبحان الله لو المرضى اوتو اميون هيباتايتس اللي عندهم نورمال اي جي جي من الاول نسبه الريلابس عندهم قليله جدا 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 جدا. فعلشان كده الكاتيجوري دي ابتدوا يهتموا بيها لان نسبه الشفاء تعتبر فيها ايه؟ عاليه. يبقى ده ديفينيشن جديد للمالتي فيسز اللي احنا قلناه للحاجات الجديده. كانوا بيقول لك اوتو اميون نيجاتيف يا سيدي، لا بقى في نورمال اي جي جي اوتو اميون هيباتايتس، ودي لسه منشوره سنه كام؟ سنه 2020. انسوا بقى اللي فات ده كله، فاضل لنا 5 دقايق بالظبط، هقول لك ازاي تشخص عيان اوتو اميون هيباتايتس بطريقه سهله وطريقه بسيطه. وهقول لك حكايه السكورز، وهقول لك السكورز ديت مهمه ولا مش مهمه. طيب بص يا سيدي، انا العيان هتعمل له ليفر انزيمز بتلاقيها عادي بالبلدي كده، احنا هقول الطريقه اللي بالبلدي اللي احنا بنعملها، وبعد كده هقول التفاصيل. انت جاي لك عيان في العياده لقيت الانزيمات عنده عاليه، فبتعمل له سمار لقيت الليفر بتاعه نورمال ما فيهوش فات ليفر، عملت له السي والبي والحاجات ديت لقيته نيجاتيف ما فيهوش فيتشرز لا ويلسون ولا هيموكروماتوزيس، فابتديت تفكر في الاوتو اميون هيباتايتس، طلبت له الاي ان اي والاس ام اي لقيتهم بوزيتيف، يبقى ده غالبا العيان ده اوتو اميون هيباتايتس. هطلب له اي جي جي واطلب له ليفر بايوبسي، لقيت الاي جي جي عالي والليفر بايوبسي عاليه، يبقى ده غالبا اوتو اميون هيباتايتس، انا هتوكل على الله وابتدي التريتمنت ده اللي ايه بيتعمل. لكن ده لو الحاله سيمبل، لو الحاله ايه؟ سيمبل. لكن المشكلة أنا بقول لك دلوقتي إن في نوع جديد من الأوتو أميون هيباتايتس بيتكلموا عليه أوتو أميون هيباتايتس ناش. تاني حاجة إن أنا مثلا عيان كنا زمان لو حضراتكم فاكرين كان يجي لنا عيان عنده هيباتايتس سي والبي سي آر بتاع السي مثلا مليون، وجاي يقول لك أنا عاوز آخد انترفيرون، الناس اللي لحقت الانترفيرون، فكنا نعمل إن إيه؟ لأي بوستر، فتعمل ليفر بايوبسي علشان تعرف يا ترى ده هل ده اوتو اميون هيباتايتس حقيقيه ولا ده هيباتايتس سي معاه فولس انتي بوديز، فانت لازم تشخص. طيب ما انت هتقول لي ما احنا بنشخص زي من الاوتو اميون هيباتايتس بالاكسكلوجن، اقول لك لا العين ده مش هيبقى في اكسكلوجن، دي كانت مشاكل بنقابلها في التشخيص. علشان كده هم عملوا الفكره دي او الفيجر ده ان انا عيان هيجي لي انزيمات عاليه حيث له اي جي جي والانتي بودز، لازما اكسكلود الاذر ديزيز، وان كان دلوقتي ممكن يكون في ايه؟ ها؟ وجود ديزيز اثنين ديزيزز في نفس الوقت. هم عملوا اول سكور عملوه اسمه الانترناشونال اوتو اميون هيباتايتس جروب سنه 93، عملوا سكور ولو معقد شويه فعدلوه تاني سنه 1979. السكور ده مش شرط انك تحفظه بس تبقى عارف اساسياته، في برنامج اسمه الميد كالك يا ريت تنزلوه على الموبايل بتاعكم.
هتلاقي السكورز فيه بتحط بس ارقام، هو بيقول لك النتيجه في الاخر. ده السكور ده اساسا عملوه للناس بتوع الجامعه علشان يدرسوا حالات الاوتو باتيتس احصائيا اخباره ايه. فهو معقد شويه بس هو بصراحه من اقوى السكورز في دايجنوزس، وده مبني على فكر الفكر القديم، مبني على الفكر الايه القديم. ازاي؟ ركز معايا، انا لو جاي لي في ميل لقيت في ميل موجوده بوزيتيف 2 هياخد درجتين، طب لو ميل صفر هنقيس الالكالين فوسفاتيز على الاي اس تي. ايه هدفك؟ ان انا اكسكلود ان هو كوليستاتيك ديزيز، يعني ما عندوش برايمري ميديا سيروسز. الله، يعني لو انا لقيت ان في لايبيليتي من كوليستيزيس اهوت الالكالين فوسفاتيز عالي هاخد بالماينس، اوه دي مشكله. الاي جي جي هشوفه اكتر من كام فولد، ليه اكتر من كام فولد؟ لانه وايد رينج. تمام، طب الاي ان اي والاس ام اي بوزيتيف؟ لا، ما احنا عندنا في مشكله، الاي ان اي ممكن يكون بوزيتيف اكتر في الديزيز، فهشوف التايتر بتاعه قد ايه. لو لقيت التايتر اكتر من 1 على 80 يبقى ده هياخد موجب 3، لو التايتر اقل من 1 على 40 هياخد صفر. مشكله. الاي ام اي لو نيجاتيف، لو بوزيتيف هاخد بالسالب، يعني هحسب الايه؟ الدايجنوزز. لو واحد عامل فيرال هيباتيتس لو لقيت السي نيجاتيف هاخد ممكن 3 درجات، طب لو لقيته بوزيتيف هنقص 3 درجات مره واحده. نفس الكلام بالنسبه للدراجز وبالنسبه للكحول. هو عاوز هنا يستثني وجود الامراض الثانيه، ولو لقى الامراض الثانيه موجوده زي الكوليستيزس على سبيل المثال او الفيروسات او الدراجز، عاوز يقول لك ان الدايجنوزس هنا هيكون ايه؟ ايكوي فوكال. اتفقنا؟ في شك. نفس الكلام بالنسبه للهيستولوجي، نفس الكلام. التست ده قال لك الاستيرويد تريتمنت مهمه جدا جدا عندنا، الاستيرويد تريتمنت مهمه جدا جدا عندنا، ازاي؟ لو العيان ده خد استيرويدز وربنا كرمه وتحسن عليه يبقى الدايجنوزس بتاعك صح. طب لو خد يعني لو دخل في ريميشن 2، لو حصل له ريلابس يبقى الدايجنوزس بتاعك صح. اتفقنا؟ طب الانتي بودز الغريبه اللي احنا ما بنقيسهاش، قال لك ممكن تستخدمها لو الاي ان اي نيجاتيف والحاجات دي نيجاتيف، عشان كده السكورنج سيستم ده معمول اساسا لتشخيص الاوتو اميون نيجاتيف ايه او الانتي بودز نيجاتيف اوتو اميون هيباتايتس. فلو انا اديت العيان استيرويد يبقى انا هنا ممكن ادي العيان استيرويد وممكن ما ادهوش. لو اديت استرويد انا بقوي السكور، لكن لو ما اديتش بضعف. فعشان كده قال لك النتيجه بتاعتك لو انت ما اديتش استرويد يعني بري تريتمنت، هنقول ان انا عندي اوتو اميون هيباتيتس لو كان اكتر من كام؟ من 15. اقل من 15، من 10 ل 15، ممكن وتتفاهم مع الايه؟ مع العيان. طبعا ده معقد جدا، وكان زمان تجيب السكور ده تطبعه وتقعد تعمل، دلوقتي الحمد لله الموبايلات حلت المشاكل والبرامج دي حلت المشاكل، فعملوا حاجه جديده بيسموها السمبليفايد كرايتيريا سنه 2008. السمبليفايد كرايتيريا جابت نفس الكرايتيريا بس بسطتها، ازاي؟ قالت لك الاي ان اي لو بوزيتيف او الاس ام اي بوزيتيف، لو الاثنين بوزيتيف شوف التتر بتاعهم. لو لقيت الان اي لوحده او الاس ام اي لوحده ولقيت التتر اكتر من 1 على 40 هاخد درجه واحده، لو لقيت التتر اكتر من 1 على 80 هناخد كام نقطه؟ 2. طيب تمام، الاي جي جي هتشوفه كام فولد؟ كل ما يكون عالي كل ما هيكون ايه؟ كويس. الليفر بايوبسي لازم يقول لك بتاع الباثولوجي هل هو كومباتبل يعني ماشي مع الاوتوميون هيباتيتس ولا تيبيكال ولا اتيبيكال؟ مش ماشيه، كل واحده بتاخد درجه. خلاص كده اتفقنا، ولازم انت اكسكلود الايه؟ الفيرال هيباتيتس. خلاص، لو في عند مفيش عند العيان فيرال هيباتيتس هاخد كام؟ هاخد درجتين. فلو لقيت السكور بتاعك اكتر من 7 يبقى ده غالبا اوتو اميون هيباتيتس. متفقين؟ متفقين. فدول الاثنين سكورنج اللي انت لازم تعملهم علشان تشخص اوتو اميون هيباتيتس. لازم السمبليفايد تعمله على الاقل، او الثاني لو تقدر، الثاني لو تقدر. لان الاوتو اميون هيباتيتس از دايجنوزس اوف اكسكلوجن. اتفقنا؟ احنا كلنا انا شخصيا بستخدم السمبليفايد. لكن خد بالك من نقطه. طبعا ديت الكرايتيريا بتاعت الباثولوجي اللي هو بيقول لك هي ماشيه ولا مش ماشيه، ماشيه ولا مش ماشيه.
طبعا هنا ده السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي. يعني السنسيتيفيتي هتلاقي ان الريفايز احسن، بس السبيسيفيستي الجديد احسن. تبقى عارف النقطه دي. ايه المشاكل بتاعتنا؟ اولا مشاكل السكورز ديت، ان انت عملت اكسكلوجن للامراض التانيه. اذا كان احنا دلوقتي بنتكلم ان في نوع من الاوتو ايمون هيباتيتس بيكون موجود معاه برايمري بلير سكورز، ونوع بقى موجود معاه ناش، ازاي هستخدم السكورز ديت فيها؟ طيب انا بلد زي مصر، بنت عندها اوتو ايمون هيباتيتس، ايه المانع ان هي تلقط من اي حد سي ويبقى عندها المرضين مع بعض؟ اذا كان انت بتقول لو انا لقيت ان انا عندي بوست فيرولوجي هتخسر بيها السكور، فالتشخيص هيطلع غلط. يبقى ديت واحده من الايه، من المشاكل الرئيسيه اللي هو الكونكرنت ديزيز، لان دلوقتي الكونكرنت ديزيز ابتدت تكتر، ابتدت ايه تكتر. النقطه الثانيه ان مفيش استادس كتيره اتعملت علشان تعملوا فاليديشن تشوفوا صح ولا غلط. النقطه الاهم يا جماعه ان انت دلوقتي، هو انا لقيه بقيس الانتي بودي بالتتر. للاسف الانتي بوديز حتى الان كلها بتتقاس بالتتر. التتر ده طبعا يعني ايه، اقل من 81 واكتر من 41، تلاقي كلام صعب كده ورخم. احنا عاوزين نقول لا، ده زي الهيباتيتس بي سيرفس انتيجين، عاوزين رقم. رقم يعني ايه؟ يعني الايه ان ايه اكتر من 50 يبقى بوزيتيف، اكتر من 50. وممكن لو فيما بعد استخدم الكاب اوف ليفل في الفولو اب بتاع التريك. فعلشان كده السكورز ديت ليها مشاكل في الدايجنوزس، ولكن هي المعتمده حتى الان في الدايجنوزس. اخر حاجه هختم بيها عشان الناس زهقت، ده الاي اس دي الجديد بيقول لك ازاي كلينيكال تتصرف، لكن السكورز هنستخدمها. بيقول ايه؟ بيقول انا جاي لعيان في العياده شاكك ان هو اوتو اميون هيباتايتس، هنعمل له الانتيبودز اللي هو الاي ان اي والاس ام اي، مش هنعمل ال كام اذا كان طفل، وفي نفس الوقت هتعمل له ايه؟ ليفر بايوبسي. انا بعمل الاي ان اي والاس ام اي مع الليفر ايه؟ مع الليفر بايوبسي. اتفقنا؟ لو لقيت الانزيم الاوتو اميون ماركرز عاليه والليفر بايوبسي في انترفيس هيباتيتس، يبقى ده غالبا ايه؟ اوتو اميون هيباتيتس. وطبعا السكورز بتاكد الكلام ده. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب افرض ان انا لقيت الانتي بودز بتاعتي بوزيتيف، لكن لقيت الليفر بايوبسي مطلع ان في بايل دكت انجري، يبقى انا عندي حاجه من اثنين، يا اما ده يكون اوفرلاب سندروم، يعني معايا اوتو اميون هيباتيتس مع برايمري بيليري سيروز في نفس الوقت، يا اما يكون العيان ده اساسا برايمري بيليري سيروز ويز انتي بودي. ويز ايه؟ ويز انتي بودي. مش احنا قلنا الاي ان ايه ممكن يكون بوست في البرايمري بيليري سيروز او البرايمري سيروز كولانجيتس؟ هو ده اللي الجراف ده ايه بيقوله لك. لو لقيت فات حاجه من حاجتين، لو في انفلاميشن جامد يبقى ده ناش، يبقى ممكن يكون العيان ده ناش وعنده فولس انتي بودي، او ان هو يكون المرضين موجود عندك في نفس الايه؟ في نفس الوقت. طب لنفترض الانتي بودز بتاعتي نيجاتيف وانا شاكك في المرض، هبتدي اعمل ايه؟ اكسكلود السيلياك ديزيز اللي هو التيشو ترانس جلوتامينيز. يبقى انا هبتدي اكسكلود الايه؟ التيشو، هعمل التيشو ترانس جلوتامينيز وابتدي اعمل الاتيبيكال ايه؟ الاتيبيكال انتي بودز زي السولوبل ليفر انتيجين والانكا والاي ام اي. لو لقينا الاي ام اي بوزيتيف، لو لقيت الاي ام اي بوزيتيف وانا شاكك ان ده اوتو ايمون هيباتيتس، حاجه من الاثنين، يا اوفرلاب زي ما احنا قلنا، يا اما ده يكون برايمري بريس روس وسبوتس انتي بودي، يا اما يكون ايه حاجه كده كاتيجوري هنقولها بعدين. يا اما لو لقيت ان انا شاكك ان العيان انزيماته عاليه وانا شاكك ان هو اوتو ايمون هيباتيتس، ولقيت الحاجات دي عاليه، لقيت الدي جي بوزيتيف، يبقى ده غالبا سيلياك ديزيز وهو اللي رافع لك الايه؟ الانتي بودز. لو لقيت البنكا او البي ان اي سي اي، يبقى ده غالبا يا اما اوتو ايمون هيباتيتس يا اما يكون برايمري سكليروزنج كولانجايتس. طب لو لقيت الاثنين دول نيجاتيف برضه، يعني انا لقيت النورمال والاتيبيكال انتي بودز نيجاتيف وانا ما زلت شاكك، يبقى ده ممكن تكون انتي بودي نيجاتيف اوتو ايمون هيباتيتس. فزي ما انتم شايفين ان الدايجنوزس هنا في هنا دايليما، لكن على مستوانا العادي هنقول الانتي بودي بوستر مع الليفر بايوبسي بوستر انترفيس هيباتيتس، الاثنين دول بوستر مع بعض، يبقى ده اوتو اميون هيباتيتس. طيب لقيت انترفيس هيباتيتس موجوده عندي ولقيت عندي فات في نفس الوقت، يبقى عندي اوتو اميون هيباتيتس مع ايه؟ مع نافل. لقيت في الليفر بايوبسي بايل دكت انجري، يبقى انا ممكن مع طبعا يكون برضه شويه انترفيس بسيطه،
مع انترفيس برضو ممكن يكون اوفرلاب او برايمري بيجا، بس جزء الحاجات دي ادفانسد قوي 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 على المستوى الام بي. لكن الناس العاديه خليك في الفكر العادي ده، ان انا عندي لازم يكون انتي بودي بوزيتيف مع ليفر بايوبسي بوزيتيف وهقول ده اوتو امون. وعلشان كده عشان المتاهه الرهيبه اللي حضراتكم شايفينها عملوا السكورنج سيستم، وقلنا عيوب السكورنج سيستم لو في امراض تانية زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين. كده احنا نعتبر خلصنا. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، وبشكركم على ان انا صدعتكم، لكن الموضوع مهم. وانا هفتح الصوت كده 10 دقائق بقى، لان انا بالظبط 10 دقائق يا ابني. انا عايز الموضوع صعب، لكن هو اي اوتو اميون ديزيز دايما بيكون صعب. بس انت على الاقل يا ريت اتمنى من الله ان الناس تقرا الموضوع ده مره ثانيه، ولو انت اي مره ثانيه بعد الكلام اللي انا قلته ده كله هتلاقي الدنيا سهله معاك باذن الله. بس هم قال لي الحالات عشان بطلوا يعملوا تحاليل. ايه؟ حد بيقول حاجة معانا يا جماعة؟